طلابنا الأعزاء، ما زلنا مستمرين معكم بجلساتنا الامتحانية المباشرة عبر شاشة الفضائية التربوية السورية والمخصصة لطلاب الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي. في البداية نذكر أبنائنا الطلبة الأعزاء وأولياء الأمور بأنه يمكنكم إرسال أسئلتكم واستفساراتكم على صفحة الفضائية التربوية السورية، الصفحة الرسمية على الفيسبوك، وأيضا يمكن أن نتواصل مع بعضنا البعض عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة في أسفلها على الشريط التفاعلي، من أجل أن نتبادل الخبرات مع ضيوفنا في هذه الندوة الإرشادية والتي سيكون بمحتواها ومضمونها تقديم كل النصح والفائدة وأيضا النصائح الإرشادية لطلبتنا وللأهل أيضا، من أجل أن نتشارك بهذه الخبرات مع بعضنا البعض. قبل أن نبدأ اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الأستاذة هناء أزهري، حضرتك استشارية أسرية، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ترحيب موصول أيضا بالأستاذ موفق الحماد، حضرتك اختصاصي نفسي. حماد أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا نحن سنتحدث ضمن عنوان عريض عن قلق الامتحان وكيفية تعامل الأهل والأسرة بهذا الموضوع، من أجل أن نخفف ونمتص وندعم طبعا طلابنا دعما معنويا ونمتص هذا القلق والتوتر الذي ربما سوف يؤدي إلى آثار سلبية لا تحمد عقباها، خاصة في فترة الامتحانات وأثناء التقدم للامتحان. سنبدأ مباشرة مشاهدينا، ولكن بعد هذا الفاصل السريع ابقوا معنا. البداية من عندك أستاذي هناء الأزهري، بصفتك استشارية أسرية اليوم، قديش مهم أنه نحن نضوي على الأسرة كداعم حقيقي للطالب في فترة الامتحانات حتى لا يصاب بهذه الفجوة التي تدعى بالقلق الامتحاني والتي ربما يمكن أن تؤثر سلبيا على أدائه في الامتحان؟ طبعا الأسرة هي الداعم الأساسي مثل ما تفضلت حضرتك، وحسب الأسرة بكون نفسية الطالب للامتحان، لذلك دور الأسرة كتير مهم، هو الدور الأول بالنسبة لطالب البكالوريا أو طالب التوجيه، لذلك لازم تكون الأسرة منضبطة، تخفف انفعال شوي، يعني مو هي تتوتر والطالب يتوتر تماما، لأنه التوتر أكيد حيعكس على نفسية الطالب، ينتقل بالعدوى يقال. طبعا نعم. طبعا الأسرة هي القدوة لهذا الطالب، لذلك لازم نحن يعني أكيد التوتر موجود لدى الأسرة، لأنه تمام. يعني من خوف على ابنه، وهذا من خوف على طبيعي مستقبله. طبعا نعم. طبعا بس نحن بدنا نحاول نضبط هذا التوتر، هذا الخوف، يعني نحن نسيطر عليه، ما نخليه هو يسيطر علينا. وإذا سيطر علينا هي هون فعلا المشكلة الحقيقية. أستاذ موفق، يعني نحن عم نحكي معناتها عن التوتر والخوف والقلق، دائما ما يكون له جانبين، إيجابي وسلبي. متى يصبح هذا القلق سلبيا؟ متى يصبح مؤشرا لخطر ما قد يؤثر على تحصيل الطالب العلمي في فترة الامتحانات؟ بداية تحية لكم، تحية للأعزاء المشاهدين، تحية لأبنائنا الطلبة. لا شك أن الامتحان موقف ضاغط على الجميع، الطالب والأهل والمعلمين، ولكن أقول كمدخل إلى هذا الحديث المفيد جدا، حياتنا كلها مبنية على القياس والتقويم. نعم. منذ بداية
نشأة الإنسان إلى النهاية. صحيح. نتعرض يوميا إلى عشرات أو مئات المواقف الامتحانية، إذن الامتحان ليس بشيء جديد على الطالب، وإنما أي سلوك يقوم به هو امتحان. أنا الآن في موقف امتحاني، أن أقوم ب يعني جهد جيد وأن أوصل المعلومة، وحضرتك وحضرت الآن إذن ليس جديد، ولكن الجديد هنا عندما تكون علامة النجاح هي المعيار الوحيد للدخول إلى التخصصات العلمية والمهنية لاحقا والتخصصات الجامعية، هنا تظهر المشكلة الكبرى. أقول يعني التحضير الجيد للامتحان هو الذي يوصل الطالب إلى تقديم امتحان براحة نفسية متكاملة. عودة إلى سؤالك، متى يكون القلق مرضي؟ عندما يزداد عن حده. أن أيها الطالب، أنت درست خلال عام دراسي كامل. نعم. عام دراسي كامل، أنت لست يعني الصبح أخذت أو أمس أخذت. نعم. المعلومات. ما مرحلة البدايات نحن. إذن نعم. نحن يعني يجب أن يكون التحضير منذ اليوم الأول للمدرسة حتى نصل إلى امتحان جيد. الامتحان ليس فيه شيء يعني خطير جدا للطالب. لماذا؟ لأن الأسئلة التي وضعت من قبل لجنة متخصصة تراعي الطالب الوسط بقدراته. نعم. للطالب الوسط، فأنت كلما ازددت يعني قدرات أعلى كلما كان الموضوع أسهل عليك. تماما. إذن عندما يكون القلق مرضي، يصعب على الطالب ليلة الامتحان النوم، التوتر الشديد، هنا يصبح مرضيا ويجب علاجه بسرعة. تماما. من قبل تماما. الأهل، من قبل، قد يكون من قبل مرشد نفسي، من قبل مختص، من قبل دكتور. صحيح. حتى يجتاز هذا الامتحان بنجاح. تمام. طيب أستاذي هناء، لكل طالب هو بحاجة لدعم معنوي، بحاجة لراحة نفسية حتى يحدث هناك تناسب ما بين المستوى الموضوع به الأسئلة وشرطه ومعياره اللي هو مراعاة الفروق الفردية، وبين أدائه في الامتحان، وهذا بيتطلب إحنا مثل ما بنعرف بيئة امتحانية آمنة نفسيا. كيف اليوم نحقق هذه البيئة الآمنة نفسيا بالنسبة لطلابنا، سواء كانوا ضمن القاعة الامتحانية أو قبل ما يدخلوا للقاعة الامتحانية؟ قبل ما يدخلوا القاعة الامتحانية، هذا دور الأهل ودور الطالب، لازم يتعلم آلية معينة لحتى يدخل لقاعة الامتحان وهو نفسيا مرتاح. نعم. لأنه التوتر بيعطل العقل التحليلي، في عندنا نحن عقل عاطفي وعقل تحليلي. تماما. التوتر يعطل العقل التحليلي اللي هو فيه المعلومات، بيشتغل العقل العاطفي اللي هو فيه الخوف والقلق والدقات القلب المرتفعة. لذلك لازم نحن نحاول نعطل العقل العاطفي اللي هو فيه الخوف والقلق ونشغل العقل التحليلي. كيف فينا نشغل العقل التحليلي؟ نعم. نحن أول شيء الطالب بينام بكير. نعم. ليلة الامتحان بفيق الفجر، بكون معه مجال يعني بينه وبين الامتحان منيح في كم ساعة يعني. تمام. يقبل المراجعة. تمام. فيه وتثبيت المعلومة. أول شيء يفطر فطور خفيف، بعدين يبلش مراجعة بالدروس. قبل الفحص بساعة أو بساعة ونص يوقف مراجعة، يعني ما يروح على الامتحان وهو ماسك الكتاب وعم يراجع. فعلا في ناس. تمام. في طلاب يعني لمدخل المركز الامتحاني ولسه. تمام. وآخذ الكتاب معه وعم يراجع، لأنه العقل الباطن أخذ المعلومات. تماما. خزنها، هلأ بده يفلترها، بده ينقيها، بده يرتبها. تماما. فنحن إذا لسه عم نعطيه معلومات، لسه عم نعطيه معلومات لقبل الفحص بدقائق، ما عطيناه مجال للعقل يرتاح وياخذ راحته لحتى يرتب هاي المعلومات. تماما. لذلك أول شيء لازم قبل الفحص بساعة أو بساعة ونص يريح نفسيته الطالب، يبعد شوي عن جو الفحص، يروح مثلا إذا المركز الامتحاني قريب يروح مشي، لأنه المشي بحفز الذكاء عنده. تماما. وبينشط العقل. وقت يوصل على قاعة الامتحانات ما يحاول يختلط بالأصدقاء اللي متوقع كذا والسؤال كذا وركزوا. نعم. على السؤال. نعم. الفلاني بشتته، كل شيء حفظه بيركز على هذا السؤال بالذات.
نعم يعني بيروح عن باله باقي الأسئلة أو باقي الدروس اللي حفظها. طبعا حادثة استوقفتني يعني بناء على هاي الملاحظة كتير مهمة، يعني من بامتحان العلوم العامة، يعني أمام مسمعي ومرأى عيني، يعني أنه وجدت طالبة تخبر صديقتها عن أسئلة وأجوبة هي خاطئة، بالمجمل خاطئة. تمام. بعدين يعني أنه أنا بصراحة تابعت الموقف بعد ما غادرت الطالب، يعني كانت عم تحكي لرفيقتها أني أنا خربطة، أني أنا ما بدي إياها تجيب مجموع أكثر مني وما إلى هنالك. كانت خطة ذكية ماكرة. هذا بيصب الشيء اللي أنت عم تحكيه حضرتك، أنه فعلا لازم ننبه على أبنائنا الطلاب. تمام. ما يختلطوا مع حدا نهائيا قبل الامتحان. صحيح. تماما. يعني أنا لحقت طالبة ونصحتها أنه هذا الشيء كان غلط، لحقتها قبل ما تدخل الامتحان. ولكن تمام. نرجع لموضوع ربطا بالشيء اللي حكيتيه مع موضوع الشائعات والأقاويل أستاذ موفق، يعني أحيانا كمان عندك طلاب بتكون دارسة واثقة من حالة، بالدقائق والساعات الأخيرة تسمع شائعة، مقولة، ما شيء متوقع إلى آخره. نعم. هذا بترك أثر نفسي. نعم بالتأكيد. ما له وما عليه بالنسبة للطالب. ودور الأهل بهاي النقطة كمان، دور الأهل توعية أبنائهم الطلبة، تعقيبا على ما قالت الأنسة بالنسبة للنوم باكرا، نعم يجب على الطالب أن ينام باكرا ليلة الامتحان وأن يستيقظ باكرا، ولكن ليس قبل الساعة 5 الصبح. نعم. لأنه كثير من الدراسات أكدت أنه أكثر الحوادث التي تأتي تكون مفجعة هي نتيجة الوقت المبكر جدا، يعني تمام. الساعة 4 أو 5، يعني نعم. من تناول الفطور ضروري جدا. نحن تعودنا على أن لا نفطر، وقد كنت أنا منهم، ولكن مع بعض التمارين السويدية الرياضية الحركة، حمام خفيفة إلى آخره، يشعر الطالب رغبة في الأكل. بالنسبة للوصول إلى المركز الامتحاني يجب أن يكون قبل الوقت تماما، يعني 5 دقائق 10 دقائق أكثر من هيك، نتيجة خوف من الاستماع إلى الأقاويل والتوقعات. حتى إذا يعني كان لغة التوقعات يعني هي لغة يعني كثير خطيرة. أنا بتوقع كل الأسئلة اللي بدها تجي هلق، أنا بتوقع لكل طلابنا الأسئلة اللي بدها تجي أنه هي من الكتاب، هي من طبعا. المقرر، يعني من عم تتوقعه. هون صار إذن في الإنسان عدوي نفسي. الإنسان عدوي ما يجهل. نعم. ليش أنا أصاب بالتوتر والقلق والإرهاق والخوف؟ نتيجة أني لم أكن محضر جيد لهذه المادة. صحيح. ما هيك للامتحان؟ ما في ثقة نوعا ما. أقول نعم. يعني تعقيبا على خليها ندوي هيك حوارية، تعقيبا على ما قالته أنه الأهل دور الأكبر، نعم، من خلال الإيمان بقدرة أبنائهم الطلبة، الإيمان نعم. بقدراتهم. يعني السلوك الإنساني بني على 3 مبادئ كبرى: ثبات السلوك الإنساني، تغير السلوك الإنساني، وكما ذكرت قبل قليل فروق الفردية. تمام. إذن في فروق فردية يجب على الأهل عدم مقارنة الطالب بأي أحد آخر. نعم. يجب على الأهل أن يقارن الطالب بالطالب نفسه، بقدراته نفسه. تماما. أنت تمتلك هذه القدرات، يعني غيرك قد يمتلك قدرات أخرى، قد يكون عقلك تحليلي، عقل غيرك رياضي، عقل الآخر هون مكاني. صحيح. هون أستاذي هناء قدام المهم أنه نضوي على نقاط القوة التي يتمتع بها الطالب. تمام. وننسى كل شيء فيه نقاط يعني ضعيفة. نعم. كمان نعم. تمام. هذا من الدور، يمكن هذا الإجراء بيغفلوا عنه الأهالي أحيانا، ومثل ما تفضلت أستاذ موفق وحكى أنه بيطالبوه بشيء فوق طاقته. فأنا دوري كأهل بصباح يوم الامتحان قديه مهم أني فعلا ضوي على هاي النقطة، وشو الأثر اللي بتركه بنفس الطالب. طبعا في أهل بتفكر أنه إذا وبخت الطالب أو قالت له أنت ما لحقت، أنت مقصر، أنت كذا، رح تحفزه أكثر على الدراسة. لا بالعكس، هذا يحبط الطالب ويخليه يعني خلص ياخذ طاقة سلبية وما يقدر يحضر أكثر. نعم. لازم نحن دائما نضوي على النقاط الإيجابية بالطالب، أنه أنت بالمادة الفلانية ممتاز، ركز مثلا دراستك، أنت مثلا درست طول السنة وتعبت وعملت اللي عليك، خلص لا تخاف، فوت على الامتحان وأنت مرتاح. تمام. نفسيا كل شيء بيتيسر معك اكتبه
ولا تخاف، هي ما أنا نهاية العالم. صحيح. دائما لازم نضوي على هاي النقاط والنقاط الإيجابية، أنت بتقدر، أنت ما شاء الله عليك، أنت ما قصرت، أنت تعبت لحتى وصلت لهاي المرحلة. دائما لازم يكون التحفيز إيجابي والكلام إيجابي لحتى الطالب يحقق تماماً. أعلى مستويات تماماً. الذكاء طيب. عنده. أستاذ موفق، يعني طلابنا اليوم بالمجمل بيشعروا بنفس الإحساس أنه هني قبل ما ينطلقوا للامتحان بيقول لك اني انا نسيان كل شيء، ما عاد اتذكر شيء، يعني هذه الحاله النفسيه ما اسبابها؟ لماذا يصاب بها كل الطلاب؟ يعني هل هي تؤدي فعلا الى فقدان الثقه؟ وهل هي طبيعيه؟ هي مؤشر لماذا هذه الحاله؟ هي مؤشر على زياده الانتباه والاهتمام بهذا الامتحان وصولا الى المستقبل. اقول لطلابنا أنت تدخل إلى قاعة الامتحانية وفي ذهنك آلاف المعلومات التي تتوقع أن تكون هي أسئلة الامتحان، ما هي؟ تماماً. لكن يعني في توتر، ليش كل الكتاب المنهاج بذاكرتك؟ عندما تمسك ورقة الأسئلة تتم عملية اصطفاء نوعي، بحيث أنا قرأت السؤال الأول فورا تبادر إلى ذهني الجواب. وأقول لطلابنا نصيحة، أي يعني أي الجواب الأول الذي يخطر على بالك إذا كنت قد قرأت السؤال بشكل جيد، أول سؤال جواب يخطر على بالك هو الصح، حتى لو كان دونه أول. ماذا يحدث عند الطالب؟ تتم عملية اصطفاء، يتم استبعاد كل المعلومات التي ليس لها علاقة بهذا المثير بهذا السؤال، ويتم استحضار جواب لهذا السؤال، لأنه قبل أن يدخل يكون مشوشا نتيجة كثرة المعلومات. تماماً. كل الكتاب في عقله أو بذاكرته، ولكن عندما يقرأ الأسئلة تتم عملية الاصطفاء. فهذه الحالة هي ليست مرضية. صحيح. أبداً، بالعكس تماماً، حالة طبيعية عند الطالب، وخاصة إذا كان مهتماً. إذن المعلومات تكون حاضرة بذهن الطالب. نعم. كل سؤال هو الذي يسبب استثارة أو يستدعي المعلومة بشكل اصطفائي نوعي بدون غيرها. هون بنرجع بنربط هذا الشيء ونجاح العملية بنجاح تثبيت المعلومة بالذاكرة. أستاذي هناء، أكيد في عوامل بتساعد على تثبيت المعلومة وتحويلها من ذاكرة لقصيرة أمد إلى طويلة الأمد. أبرز هاي العوامل برأيك اليوم شو هي؟ اللي هي ممكن تعزز المعلومة، تعزز الذاكرة، تسبب سهولة للطالب باستدعاء المعلومة بصورتها الصحيحة وبوقتها وزمنها الصحيح ومكانها الصحيح. هلا قبل ما افوت على السؤال حضرتك حبيت اعقب على كلام فضلي. الدكتور انه مشان يتم استحضار المعلومه بشكل صحيح الطالب اول ما يفوت على قاعه الامتحان لا يقرا ورقه الاسئله كامله، مشان ما يصير تشويش، مشان ما يصير تشويش، يحدد سؤال سؤال ويجاوب. هذا انسى، انا يعني موضوع اشكالي عليه. هذا موضوع اشكالي، يعني في طلاب بتعودي على الخط. تفضل. طيب، يعني ما انا نتيجه التوقعات، نتيجه الاهتمام، نتيجه الحرص الزائد، بدي أعرف إذا إجا السؤال هذا ولا لا، إذا إجت هذه المسألة ولا لا. في طالب بيكون ما عنده صبر ليوصل للسؤال الأخير. ممكن أحيانا بعض الطلاب، يعني وعملنا دراسات حول هذا الموضوع، عينه على السؤال الأول ويجاوب ويسترق النظر إنه شو جاي المسألة، شو جاي الموضوع الرئيسي إلى آخره. أحيانا اللي ما عنده صبر معلش اطلع على الأسئلة، اطلع به ورجع للسؤال الأول. تمام. هذه الحالة معلش يعني نكمل في فضل. هذه الحالة أنت ما اطلعت على السؤال الأخير وأنت عم تكتب جواب السؤال الأول، خطرت على بالك إيجابي فكرة دونها على المسودة. نعم. ما يعني في مسودة أمامك، يعني تمام. خيرا فعلوا بالنظام الامتحاني أنه أمامك مسودة، حط المعلومة ورجع للسؤال ذاك. أنا يعني إذا الطالب صبر معلش ما يطلع على بس تمام. نرجع للموضوع انه هي الشغله صايره نسبيه بين الطلاب. تمام. حسب ما هم متعودين. بس في نقطه انه الطالب اذا قرأ سؤال هو ما عرفه وما نو دارسه ممكن يتوتر. بيتوتر. صح. بس مشان هاي النقطه انه يحاول قدر الامكان انه سؤال. تماما. نرجع لفكره انه تحويل المعلومه الى ذاكره طويله امد،
عن أبرز المعلومات، كيف أنا ممكن ثبت معلوماتي اليوم كطالب، كيف أنا كمان كأهل كيف ساعد أنا ابني الطالب بتثبيت معلوماته وتحويلها لذاكرة طويلة أمد؟ هل يكفي ربطها بذاكرة صورية معينة بمخطط ما يعني بربطها بحامل معين أيا يكن مثلا هذا المثير، أم لا بخليه أنا على سجيته على تكراره للمعلومة تكرار النمط التقليدي؟ تمام. هلا ربط المعلومه بشيء مثير معين كثير مهم لاسترجاع المعلومه، شيء مفتاحي. تمام. نعم. كلمه مفتاحيه او في رائحه معينه او مثلا لون، نربط حتى لون احيانا لون معين. نعم. نربط مثلا كل ماده برائحه معينه بتسترجع المعلومه. واكثر شيء بيوصل المعلومه من الذاكره قصيره المدى للذاكره طويله المدى هو اعطاء المعلومه بطريقه المعلم وليس التسميع. حلو. يعني اذا نعم. الطالب إذا الأهل بيجوا لعند الطالب بتقول له اعتبرني أنا طالب عندك وأنت عم تدرسني هاي المعلومة. الأستاذ حلو. وقت يطلع بالصف مثلا تلاقيه عم يعطي المعلومة وهو عم يفكر مثلا بأشياء أخرى، يعني خلص صارت المعلومة بالعقل الباطن صارت تطلع تلقائية عنده. تمام. وهيك نحن بدنا الطالب أنه تطلع المعلومات بشكل تلقائي بدون صعوبة. لذلك أفضل طريقة لأنه المعلومة تصير بالعقل الباطن بالذاكرة طويلة المدى أنه يحاول يدرسها. إذا عنده طالب نعم. مثلا تمام. أقل منه بالمستوى يحاول نعم. يروح لعنده ويدرسه هاي المعلومة، بتثبت أكثر عنده هاي المعلومة ووقت الامتحان تلاقيه بكل أريحية تماما. عم يكتب هاي مثل ما تابعنا المعلومة. هاي لحظات صعبة على الطالب بالقاعة، يعني تمام. لحظة فتح المغلف الامتحاني والطلاب بتكون بهالوقت هذا قلبه عم يدق انه الاسئله عم تتسلم، احيانا فيها متعه يعني دراسه الهيئه النفسيه. الدارس الطالب الدارس ما بصدق امتى يمسك طب ورقه. هلا تحليلكم للحاله النفسيه اللي عم يمر فيها الطالب بهاللحظه، كيف ممكن هالطالب اللي عم يتابعنا ويسمعنا يسيطر على هاي اللحظه الانفعاليه؟ من خلال زيادة ثقته بنفسه انه انا درست وعملت كل شيء بقدر عليه، واكيد يعني الاسئله اللي راح تجي من ضمن المنهاج اللي قراته تمام. من ضمن معلوماته انه انا راح اجاوب عليها. دائما لازم يعطي نفسه الامل تمام. والقدره انه سوف يقوم بحلها. بدي اعتب بدي اعتب الحلو المدرس كمان انه ايه؟ يساعده صحيح. استاذ احمد تفضل. استاذ احمد بالنسبه لكيف يمكن للطالب ان يعني تترسخ هذه المعلومات وخاصه نعم. للذاكره البعيده المدى او الذاكره الفوريه المباشره، اولا اقول لطلابي دائما في كليه التربيه سواء في مرحله الاجازه او الدبلوم، اياكم والقراءه الصامته هي عدو للطالب. نعم. وخاصة الآن من كثرة المثيرات والمنبهات والمشتتات يجب على الطالب أن يقرأ بصوت عالي، شاء من شاء وأبى من أبى، ومين ما بده ينزعج من البيت. تمام. معلش أنا مستقبلي أهم. يجب تمام. على الطالب أن يقرأ بصوت عالي بصوت مسموع. هل الهدف إشراك مثيرات حسية أكثر مثلا لمجرد الهدف إبعاد المثيرات إبعاد المثيرات التي يمكن أن تشردني عن التخيل، مثل ما قالت ايه نربط المعلومه بمكان باسم شخص من حياتي الواقعيه سهل علي اتذكرها وقت الامتحان. غير يعني القراءه الصامته، الابتعاد عن القراءه الصامته، ويجب على الطالب ان يعني يكتب اثناء يعني معناتها صار عندنا هون بده يشارك حاسه السمع، بده يشارك الحاسه مثير والعمل بصري. اتذكر نعم. مقوله للفيلسوف العظيم كونفوشيوس، فيلسوف الصيني، يعني هذا قبل 500 سنه من الميلاد، قال اسمع انسى، اشاهد اتذكر، اعمل نعم أتعلم. أتعلم. تماما. هي يعني قبل 500 سنة من الميلاد، هي المقولة لكونفوشيوس حكيم الصين العظيم. يعني أكيد نحن لما تلقين سماعي بدي أنسى المعلومات. نعم. إذا في فيلم انعرض علي فيلم أو بالمخبر بتذكر، بس ما بتذكر كما يجب. لما أنا بشارك وبكتب رؤوس أقلام، بكتب معلومات وبرجع بقرأها وبصوت عالي بحفظها وبتعلمها. أنا هون بكون ثبتت المفاهيم نعم. العلمية وربطتها كلها مع بعضها. هيك بتصير الذاكرة حاضرة عند الإنسان. صديقة البرنامج السيدة ميادة العلي، يسعد أوقاتك وإن شاء الله نجاح لبنتك، يعني كثير تتواصل معنا.
كان في إلي تواصل بالمادة السابقة، عم تحكي عن حالة خوف وقلق توتر، ممكن إنه يعني هي شاركتنا بآراء، ولكن هلا عم تبعت لنا شيء صاير مع بنتها شام اليوم، إنه قدمت فنسيت وراحت حافظة كل شيء وحاطة ببالها علامة تامة، بس لقرب انتهاء الوقت وهي لسه عم تجاوب توترت ونسيت كلمة التحية في مقدمة الموضوع وكلمة وداعا بالخاتمة، إنه ضاع حلم العلامة التامة ودخلت غرفة الدراسة وما عاد حكت معانا ومتوترة كتير وما فيها تفكر، لهلا ما عم تقدر تفكر بالمادة القادمة، كيف فينا نطالعها من حالتها ولحد هاللحظة ما عم ترد على حدا؟ هاي نداء من والدة من السيدة ميادة، كيف ممكن نعم. احنا نساعدها؟ بدي رأيك انت والأستاذة نعم. هنا تفضل يا هلا بالنسبة لهاي الصبية هي عملت جهدة، بتمنى تكون عم تسمعنا شام كمان ان شاء الله، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله هيك يا شام بنشوفك باعلى المراحل او حتى تتصل فينا السيدة ميادة. تمام. هاي الصبية عملت اللي عليها وادت على اكمل وجه وهيك صار يعني معها. نحن يعني يضيع المستقبل كله مثلا او تضيع السنة كلها ولا نفقد كم علامة من هاي المادة؟ نعم. لا نحن بنحاول خلص بنصفي ذهننا، بنشيل المادة كلها من ذهننا، يعني خلص ما عاد نفكر فيها. صفحة وانطوت يعني هلا تمام خلص كله يعني خلص مضيعة وقت ركزي يعني. تماما نعم. يعني ان حزنتي ونبكيتي واندرستي يعني إذا بكيتي رح تكون ما خلص اللي راح نزيد الأمر اللي راح يعني. راح وإذا درستي أنت راح تقدري تعوضي هاي العلامات وفي تكميلي كمان يعني إنه تمام. يعني إن شاء الله بتقدر تعوض. هلا شو الاستراتيجية اللي بدها تتبعها الأم لحتى ترجع تسحب بنتها لجو الدراسة والتحفيز من جديد تحفزها إياه والطاقة ما شاء الله كيف يعني ممكن تشحنها بهاي الطاقة؟ هي على ما يبدو لو ما كانت شاطرة ما كانت أكيد طبعا أكيد طبعا أكيد طبعا تماما نسيت كلمة وداعا ما هيك يعني والترحيب يعني أكيد السلم ملح روح لها على أكيد المصححون يعني بشر وهم آباء وأمهات بالتأكيد ما راح يضيعوا تعب هذه الطالبة نتيجة نسيان كلمة واحدة في الجواب. لا بالتأكيد سيأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، أنا متأكد من هذا الشيء. يعني كلمة يعني نقصت كلمة، ذكرت بقريب لي نوار قدم سؤال على سؤال لم يستطع النوم، لم يستطع إلا اتصلنا بأحد المدرسين المتمرسين وقال له بيتم تصحيح كل الأسئلة وليس المطلوب الترتيب حتى عاد إلى الامتحان في المادة الآخر. أقول أمرا على غاية من الأهمية، قدمنا امتحان هذا اليوم، يجب على الطالب أن يعود إلى الإجابات الصحيحة في البيت بالكتاب أو عن طريق مدرس. لماذا؟ من أجل استبعاد الأجوبة الخاطئة واستبعادها من الذاكرة. نعم. وترسيخ الأجوبة الصحيحة اللي أنا كتبتها صح قوة. كنوع من التغذية نعم. الراجعة من أجل يعني يكون التعلم ذا هدف، يكون التعلم ذا فائدة بأنه أنا ترسخت لدي المعلومات الصحيحة واستبعدت المعلومات الخاطئة. نعم. أحسن ما يضل يفكر أنا هالجواب صح عندي ولا خطأ، لا يعمل تغذية راجعة بالبيت وبعدين نطوي المادة للأبد. طيب. أستاذي هناء، أنت اليوم لو كنت مكان السيدة ميادة شو بتعملي مع بنتك؟ هلا أول شيء لازم أنا أحكي معها أفهمها أنه مثلا لازم أنت تطوي خلص اللي راح راح، أنت بدك تكملي، ما في شيء بيوقفنا، الفشل هو بداية للنجاح، يعني الواحد ما بيتعلم إلا من أخطائه. المرة تمام. الجاي أنت يعني بتراعي الوقت، والأفضل للطالب ياخد ساعة معه يحطها قدامه على المقعد حتى ما مثلا المراقبين كل شوي بقين الساعة بصير بيتوتر. نعم. خلص أنا شايف الساعة قدامي قديش بقيل الوقت ومقسم الوقت. تمام. تاني شيء حاول طالع من جو الدراسة شوي. نعم. طالع مشوار، طالع يفضل على إذا نطلع مشوار طبعا اليوم. أكيد لحتى ساعة ترفيه. تمام. نعم. لحتى تصفي ذهن هاي الطالبة وتبعد عنا الخوف والتوتر ترجع تمام ترجع بنفسيه جديده ان شاء الله. تماما. اليوم الطالب لما عم يصيبه خوف وقلق بهاي الحاله مثلا، لما هو بيكون جاي من ماده، يعني بالايام اللي بتفصل بين مادتين استاذ موفق، كيف ممكن ينظم وقته اليوم؟ هل هناك مطلوب مثلا منه انه دراسه طيله الوقت، ام ان هناك حاله ترفيه مثلا؟ بمعنى كيف أنا كطالب ممكن جدد نشاطي للمادة اللاحقة؟ نعم. وتحفيزي الذاتي؟
يجب أن يكون الوقت منظما عند الطالب، وخاصة في أيام الامتحان. تمام. الاستيقاظ باكرا، دراسة على لا يقل عن 4 ساعات، والذهن متفتح صافي، ثم فترة الإفطار، استراحة بسيطة، ثم دراسة خفيفة. نعم. بعد الغداء، في المساء الدراسة مثل دراسة الصبح. تمام. يعني الصبح مثل ما تفضلت، يعني مع الإفطار أو قبل الإفطار فنجان قهوة مع صوت موسيقى أو لفيروز، بتهدئ النفس يعني. تماما. ومن ثم أن يكون هناك تنظيم للوقت على مدار 24 ساعة، لا أن يسهر بشكل كبير ولا أن يعني يستيقظ باكرا جدا، إنما اتفقنا على أنه من الساعة 5 للساعة 10 ممتاز الدراسة الصبح. تماما. مع التغذية الجيدة وخاصة الفواكه. نعم. الابتعاد، يعني كنت عم بسمع لسيدي بإحدى المرات أنه منكثر له شوكولا، الإكثار من الشوكولا، شوكولا مو طاقة. شوكولا مو نعم يعطي طاقة. لا لا، بتأدي أول يعني هذا نوع خاطئ عندما نكثر من الشوكولا والسكريات للطالب في البداية، قد تعطيه طاقة مؤقتة لفترة بسيطة جدا، ومن ثم زيادة السكر في الدم يعطي خمول. نعم. ومن ثم التوتر. هاي نصيحة للي مدمنين على المشروبات الغازية اللي كلها سكر. هذا خطيرة جدا. هي يعني كيف سموها مشروب طاقة ما بعرف، هي أول ثواني. هي بالعكس، يعني الإنسان عندما يتناول هذه المشروبات يشعر بتشوش في الذاكرة. أين الطاقة؟ أعطتك هلوسة، أعطتك خيالات. صحيح. غير حقيقية، لا تتذكر المعلومات. تمام. بشكل دقيق. تماما. طيب، ذكرت شغله كثير حلوه هي الموسيقى. حلو انه احنا نروق اعصابنا. نعم. وطالبنا بالموسيقى، ولكن وليست الاغاني. يعني اذا انت مع فنجان قهوه. نعم. مع فنجان قهوه اغنيه فيروز، ايه، اما الموسيقى هي الخلفيه للصوره يلي انت تقرا. تمام. مع ذلك هناك مجموعه من الاغاني التحفيزيه اللي هي ممكن انه اذا طالبنا تفاعل معها ممكن انه ينشحن ذاتيا للدراسه. انا هاي الاغنيه بوجهها للاغنيه لشام بنت لمياد ولكل طلابنا اللي هن عم يستعدوا للماده اللاحقه، وهي اغنيه ناجحون. كفاصل بنسمع هاي الاغنيه وبنرجع مشاهدينا. قد سهرنا قد تعبنا، لكن أبدا ما مللنا، ما مللنا. قد سهرنا قد تعبنا، لكن أبدا ما مللنا، ما مللنا. للأمام سائرون، للمعالي صاعدون، ناجحون ناجحون، إننا لناجحون. الليل قمنا، ما وهنا بل عزمنا، اجتهدنا الليل قمنا. على المكاري صابرون، قمم الفخار صاعدون، ناجحون ناجحون، إننا لناجحون. في الليالي أين كنا، سائلوا التقييم عنا. في الليالي أين كنا، سائلوا التقييم عنا. للفلاش تاركون، للكتاب قارئون، ناجحون ناجحون، إننا لناجحون. ناجحون ناجحون، إننا لناجحون. اسمعوا يا حاضرون، إننا لناجحون. ناجحون ناجحون، إننا لناجحون. اسمعوا يا حاضرون، إننا لناجحون. هلا نحن بمنتصف الامتحانات، وعندنا نحن الماده القادمه هي رح تكون رياضيات للصف التاسع الاساسي وللثالث الثانوي. هي ماده. نعم. اساسيه ما رح اقول بتخوف، لا اساسيه، ولكن الطالب بياكل هم فعلا انه هو يخسر
علامه لو جزء منها، خاصه طلاب الثالث الثانوي يلي هن بيسعوا لتحقيق العلامه الكامله او عندهم حلم بالسنه التحضيريه. فبالتالي نحن اليوم عندنا كأهل مهم كتير حساس إنه أنا كيف بدي هيئه نفسيا ومعنويا وعلميا لطالبنا لحتى يتقدم بمادة الرياضيات، سواء كان تاسع أساسي ولا كان ثالث ثانوي علمي. مثل هيك موقف مادة ذات أهمية كبيرة بانتظار الطالب كمادة لاحقة، أنا كيف ممكن امتص اليوم التوتر اللي عم بصيب الطالب؟ كيف ممكن اتعامل مع طالبي؟ ورايك وراي الاستاذي بهمنا. نعم. بدا من عندك، كيف انا ممكن يوم اتعامل بالبيت؟ لانه فعلا رح يكون البيت هو مشحون بقلق بخوف انه رياضيات 600 علامه بيروح مني علامه ومصيبه كبيره وبيضيع حلمي بالتحضيري والى اخره. صحيح. هلا اول خطوه لازم نقوم فيها انه نريح الطالب اليوم. يعني لازم يرتاح شوي، يطلع من البيت مشوار مع أصدقائه أو مع الأهل، نحاول نطالعه شوي من جو الدراسة لحتى يعبي طاقة، يرجع يعبي طاقة، لأنه يعني المواد اللي قبل استنزفت الطاقة ونحن صرنا هلأ بالوسط تقريبا، يعبي طاقة. وبعدين نحن لازم نحاول نخفف من توتر هذا الطالب، أنه مادة مثل باقي المواد، أنه لا تخاف لا تتوتر. بس هلا البكالوريا، البكالوريا في عنا يومين، جمعة وسبت لأحد الرياضيات، والتنين في ثلاثة أيام لسه للتواسع اللي عندهم رياضيات. كمان في عنا مادة الفلسفة ستكون بيوم الأحد القادم. بس إحنا حكينا موجه لمادة إلى وزن نوعي ثقيل من حيث المجموع والمحتوى المعرفي. نرجع على نفس الفكرة، كيف أنا اليوم بدي أتعامل مع هذا الطالب اللي هو عم ينتظر هيك مادة مصيرية؟ يعني في وقت كافي 3 أيام أمام الطالب للوصول إلى مادة الرياضيات أو مادة الفلسفة، وقبل في عام دراسي كامل وأنت عم بتحضر، كن على ثقة بأنك ستنجز هذا الامتحان كما أنجزت غيره من الامتحانات. يعني ذكرت شغلة هلأ حطيتها على المسودة. نعم. تحية لشام، عودة إلى شام. نعم. شام وشهد ونوار والكل، يعني أبنائنا الطلبة، إذا يعني حتى لو طلعناها مشوار لشام ما هيك، بالا عند العلامتين اللي راحوا، أقول في ما في دورة تكميلية، في دورة تكميلية خيرا فعلت وزارة التربية عندما أوجدت دورة تكميلية، ما بتروح عليك السنة كلها. نعم. ممكن تجيب العلامة التامة إذا أنت لاحظت لما بتطلع العلامة وبتعرف نتيجتك، في دورة تكميلية صحيح بتجيب العلامة التامة. وحالات عم تصير، عم تصير على أنا بأكد لك يا شام، طالما أنت يعني انزعجتي على علامة أو على كلمة، إذا لقيتي أنه أنت نقصك علامة أو علامتين بتعيديها ليوم أو يومين، ما بضير الطالب. إذا تحضير جيدا، تخطيط لمادة الرياضيات تماماً. المراجعة الخفيفة بليلة الامتحان، إذا هو لا يطلب إذا احتاج من... إذا احتاج الطالب يعني مساعدة من أستاذ من قريب كذا، ممكن أن نساعده. نعم. يعني تمام. إذا هو مطلوب منه الآن تثبيت معلومات بحل نماذج معينة وليس تمام. فقط أكثر شيء حل مسائل. تمام. يعني بالمناسبة حل... بالحديث قبل ما أخذ الاتصال الهاتف، بالحديث عن الرياضيات، إحنا في تمام الساعة الثالثة مشاهدينا رح يكون في عنا قضايا تربوية، رح يكون في عنا حلقة خاصة ساعة كاملة عن التحضيرات الامتحانية لمادة الرياضيات، وأكيد لحنا بانتظار اتصالاتهم سواء كان للتاسع الأساسي أو للثالث الثانوي مع ضيوف كمان مختصين. بناخذ اتصال الآن هاتفي من مديرة مركز إياد حرفوش في محافظة حمص، الأستاذة الزميلة سعدية الزمتلي. يسعد أوقاتك أستاذي سعدية. أهلين وسهلين. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. طمنينا. تشرفني كثير إنكم تحكيتوا معي. أهلا وسهلا، بنتشرف أكيد. أهلا بدنا تطمنينا عن الأجواء الامتحانية اليوم بمركزك، ويعني الشيء اللي عم تلمسيه على أرض الواقع من عمل الزملاء أيضا في المراكز المجاورة في محافظة حمص. يعني عموما العملية الامتحانية بمحافظة حمص بتصير طبعا كلها ضمن القوانين ونجاح. نعم. يعني يخليها تنجح هو التخطيط لها. تماما. التخطيط اللي كان مبرمج ممنهج من قبل متابع من مديرية التربية. نعم. من سواء من المراكز، من الاجتماع رؤساء المراكز وأمناء السر، وتوجيهنا بالتعليقات اللازمة لضبط العملية الامتحانية ومنع طبعا الغش والابتعاد عن أي تمام.
عن كل شيء بخالف يعني سير الامتحان. يعني ونزاهة الامتحان، هي نزاهة الامتحان هي رقم واحد. نعم. كل التوصيات والاجتماعات. طبعا كان نحن اشتغلنا على يعني ضائقة الصحة المدرسية على موضوع القلق الامتحاني، كان في تخطيط وكان في ندوات وكان نعم. في زيارات ميدانية للمدارس هاي فترة قبل الامتحان بشهر. انه نعم. كان في هدفه انه يعني تهيئة الطالب انه عشان انه ما للقضاء على رهاب الامتحان. تمام. انه في كثير طلاب كان في عندهم رهاب من الامتحان، هذا الشيء تخلصوا منه في اليوم الاول طبعا. انا هذا بدي اسالك فيه استاذ السعدية، يعني انتم اليوم كتربويين عم تتقيدوا ضمن إطار العلاقة الأبوية مع طلابنا، وبما أنه نحن الخط العريض لندوتنا القلق والأسرة، أنت اليوم كتربوية عم تمثلي دور الأسرة اللي بدها تحتضن الطالب الحقيقة. ببداية الامتحان. هي الحقيقة تضافر جهود بين الأسرة وبين الأسرة التربوية والتربوية. يعني نحن هو اللي هدفنا، نحن هدفنا مشترك اللي هو الطالب تماما ونجاحه وتجاوزه للامتحان بنجاح. تمام. طبعا مع الحفاظ على الضوابط والقوانين اللي بتمثل نزاهة الامتحان. أكيد. والابتعاد كل ما يصيبه من أخطاء أو من عمليات غش. تماما. طيب. يعني توجيهاتك أستاذي سعدية اليوم أنت كرئيسة مركز لزملائنا المراقبين الإداريين القائمين على العملية الامتحانية ككل، فيما يتعلق بامتصاص هذا التوتر والقلق الذي يصيب الطلاب خاصة قبل بدء الامتحان بدقائق. يعني كانت الابتسامة مفروضة على الكل. نعم. يعني استقبال السلام الطلاب كان بابتسامة وإنه لا تخافوا واللي جاي سهلة كثير واليوم هيك، يعني بتحس الطالب طايق هيك يعني مبسوط إنه نحن أول هي واجبنا إنه اليوم الأسئلة سهلة، لا حدا يتوتر، لا حدا يخاف، الابتسامة مرسومة. تمام. ما في صياح أنت اقعد أنت عدي، لا عدي يا ابني عدي يا بنتي. والمتابعين للعمل الامتحاني سواء كان مندوبين تربية أو مندوبين إدارة أو من التفتيش أو من الهيئة المركزية كله كان متعاون جدا، يعني حتى لما عم بيصرفوا على العمل الامتحاني عم بتكون بهدوء بدون أي إصدار أي يعني ما يقلق الطالب أو يوتره أو يخليه. تمام. أستاذي السعدية، نحن ضمن حوارنا مع ضيوفنا طرحنا فكرة كتير مهمة نضوي عليها وحابب شارك برأيك، وهي انه لما طالبنا عم ينتهي من الامتحان وبده يستعد للماده اللاحقه وكان قد تعرض لهفوات في الماده الامتحانيه السابقه اللي تقدم فيها، اكيد انت عشتي بهيك حالات بعد الامتحان كلياتنا بنشوف طلاب زعلانه عم تبكي مثلا، انا هون كيف بدي هيئه للماده اللاحقه؟ دوري انا كمان أنا كتربوي. هو تعود انه ينطر السلالم على وسائل التواصل الاجتماعي انه انا ابني بده يعرف الحل، بتحس انه لما خلصت الماده وخلص الامتحان بصيروا يسالوا بعض انا كتبت هيك لا هيك لا هيك، بتحس انه انشغلوا فتره طويله انه لا ينزل السلم التصحيح ولا نعرف شو ذكرنا. انا هون برايي انه كان يفترض انه تتاخر السلالم انه لا يعني انه ما تنزل بعد الماده، هلا قديما ما كانت تنزل هيك بعد الماده. يعني انه لها اثار سلبيه، بحس الطالب كيف انه صار عنده احباط، انا صار عندي خطا، انا بجوز انا بدي ارتب بهالماده، ما بدي كمل، ما بدي كذا، هون صار في هواجس وخوف ورهاب. أيوة. يعني انفعالات نفسيه متبدله عم تصيب الطالب. اكيد. فهون كمان هاي لازم ننوه عنا اثناء العام الدراسي من قبل المرشد النفسي والاجتماعي انه نحن نتجاوز اي مشكله او اي مطب ونكمل ونتابع. تمام. يعني انه ما يترك اي اثر عنا. طيب استاذي سعدية، مركزك هو عم يتقدم فيه تاسع وبكالوريا ولا شو؟ تاسع وبكالوريا. تاسع وبكالوريا. تمام. المادة القادمة هي الرياضيات، وبنعرف كلياتنا معظم الطلاب مهتمين فيها. أدبي أنا مركزي أدبي. عندهم فلسفي معناتها. عندهم فلسفي. مع هيك يعني عندنا رياضيات للتاسع والفلسفي للأدبي. أنت كمان دوركم، خلينا نحكي أكثر كيف عم توجهوا الطلاب لحتى تهيئوهم للمادة النوعية، خلينا نقول مو أنه توجيهات عامة وإنما توجيهات نوعية تخصصية للمادة القادمة، كمان دوركم كتير مهم كرئيسة مركز، كمان شو التوجيهات اللي أنت عم توجهي فيها كل التربويين والإداريين؟ كله من الكتاب، ما في شيء من برا، كله من تعبكم، كله من يلي آخدينه هيك شغلات. تمام. أنه ما رح يجي شيء من المريخ، كله من ضمن الكتاب، من يلي درستوه في الدرس الدرس ومن كل شيء. بعيدا عن التوقعات وعن ما يقال والقيل والقال على الفيسبوك. أيوة.
التوقعات بتسويش بتخلي الواحد دراسته غير منظمة تمام والنتائج غير محمودة. نعم بالختام بدي منك رسالة تتوجه فيها للأهل أولا ثم للطلاب ثانيا بصفتك رئيسة مركز بمحافظة حمص. أنا بحب أوجه رسالة للأهل عموما وللطلاب خصوصا نعم. إنه هذا الامتحان هو يعني ثمرة أو حصاد لعمل أنا بدي أخذه. نعم. ما بدي ولا بدي استحل جهد حدا ولا بحب أخذ جهد من حدا. تمام. أنا جهدي وبدي اختبر معلوماتي عشان اشتغل على حالي ورمي كل شيء عندي نقص. تمام. وهو ثمرة جد واجتهاد لعام دراسي كامل وحصيلة لتعب ولا اجتهاد. نعم. أكيد. وشكرا لكم نحن النجاح والتوفيق لكل طلابنا ولكل القائمين على العملية الامتحانية وشكر خاص لكم للفضائية التربوية. نحن من موقعنا من الفضائية التربوية أكيد بتمنى لكم النجاح بالعملية الامتحانية وإن شاء الله بيكون الطلاب الأوائل على سوريا من مركزك الامتحاني الأستاذ سعدي الزمتلي. يا رب. تحياتنا لكل زملائنا بمحافظة حمص. شكرا جزيلا. أهلا فيك. تعليقا على الشيء اللي حكيناه مع الاستاذه سعديه، اليوم عندنا في تربويين في قائمين بشكل مباشر على العمليه الامتحانيه كرئيس مركز مراقب اداري امين سري الى اخره. احيانا الطالب ضمن القاعه بيكون خايف متوتر فيمكن بينظر للمراقب على انه هو عدو له، والبعض بينظر على انه هو صديق له. كمان نجي على هاي الحاله النفسيه اللي عم تصيب الطالب، يعني ما لها وما عليها. تعليقكم على هاي الحاله النفسيه اللي عم تصيب الطالب. تمام. كيف بدي اتعامل انا بهذا الموقف؟ تعليقا على الاستاذه سعديه انه فعلا في مراقبين بتريح الطالب، يعني لا باس اذا شو ما كانت ظروفه المراقب انه الابتسامه دائما ضروري تبقى نعم. موجوده على وجهه في طلاب بتشوف الابتسامه ترتاح نفسيا فورا ببلش الايجابي ويعني تحفيز فعلا تتحفز. قبل ما تيجي ورقة الامتحان بكون الطالب بأعلى درجات التوتر. في يعني يحاول المراقب انه يهدي من الطالب كلمة يا ابني كتير بتريحه للطالب، بحس انه هذا المراقب حاسس بوجعه وبخوفه والتوتر حاسه مثل ابنه. لا بأس من دعابة بسيطة لانه الضحك بيزيد الاستيعاب العقل تحفيز 14 ضعف. نعم. ودائما يعني نحاول نطمن الطلاب لا تخافوا لسه في وقت، الوقت اللي اعطيتكم اياه كثير كافي وانتم دارسين ولا تخافوا، دائما نحاول نطمن هذا الطالب. تعليقك استاذ موفق. يعني مديرة المركز السعدية او غيرها من مدراء المراكز الامتحانية الان دورهم تنفيذي لإجراء الامتحان بالشكل السليم. نعم. وليس لتوعية الطلاب. توعية الطلاب من هذا المنبر أقول يجب عليكم تفعيل دور المرشد النفسي التربوي في نعم. المدارس عندما أوجد هذه الوظيفة أو المنصب. بتذكر نعم. كنت في وزارة التربية باحث بمديرية البحوث في 23/7/2000 تم تصدير هذا القرار. نعم. حرصا على أبنائنا الطلبة من الناحية النفسية وفي سبيل الوصول إلى على درجات النجاح والتفوق. تمام. تم تفعيل دور المرشد النفسي التربوي. الآن المرشد النفسي التربوي متخصص 5 سنوات إرشاد نفسي، سابقا كان جذع مشترك 2 تربية 2 علم نفس، جذع مشترك 2 قد لا يكون على قدر عالي من التخصص. الآن المرشد النفسي متخصص، يجب على طلابنا أبنائنا عدم الخوف من الذهاب إلى مكتب المرشد النفسي. يجب على المرشد النفسي استثمار حصص الفراغ وبأي فرصة من أجل الامتحانات، من أجل توعية الطلاب بالامتحانات وكيفية تخفيف القلق والتوتر بالامتحانات. وهذا إنسان متخصص، يجب على الطلاب ألا يخافوا ولا يخجلوا من الذهاب إلى مكتب المرشد النفسي. نعم. نحن نتمنى التوفيق والنجاح للجميع، وفعلا هي عملية امتحانية. حلو انه نحن نقنع نفسنا وطلابنا انه هي عملية روتينية تتناسب مع الجهد المبذول، وبالنهاية هي حصيلة جهد مثل ما ذكرت الأستاذة سعدية، جهد كامل طيلة عام دراسي يعني كامل، من درس واجتهد لابد ان يحصد ثمار تعبه، على عكس من يعني ضاع الوقت وبالتالي
هذا سيكون المبرر للقلق والخوف والتوتر نعم. الحقيقي لإضاعة الوقت خلال عام تحضير دراسي جيد منذ نعم. اليوم الأول للمدرسة لابد منه تماما. بدي أتشكركم جزيل الشكر الأستاذ هناء الأزهري استشارية أسرية، نتمنى التوفيق للجميع. شكرا لهذه الإضافة الأضفتية لبرنامجنا. الشكر أيضا لك الأستاذ موفق حماد، حضرتك اختصاصي نفسي، أيضا لهذه الإضافة والومضة اللي قدمت لنا إياها، هي خسمية ومضة أمل لطلابنا بالشهادتين ولكل من يمتحن في هذه الفترة. نحن مستمرين مشاهدينا، ننتقل للجزء الثاني ولكن بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. قم وواصل، لم يزل حلمك حقا في يديك، لا تماطل، قد أتاك المجد يعدو، هل سعيت؟ قم وواصل، لم يزل حلمك حقا في يديك، لا تماطل، قد أتاك المجد يعدو، هل سعيت؟ أتروني الآن أهلي قد تخرجت طبيبة، كل درب قد مشينا بدعاكم لن يخيب، كيف نسعى من سواكم، من عشقنا من سواكم، قد أذنتم لحياتي يا حياتي أن تقيم. وواصل، لم يزل حلمك حقا في يدي، أتاك المجد يعدو، هل سعيت؟ وواصل، لم يزل حلمك حقا. إذن مشاهدينا في هذا الجزء سوف نتحدث أيضا امتدادا لحديثنا السابق في الجزء الأول عن كيفية السيطرة على هذه المخاوف التي تصيب الطلاب، وأيضا سوف نتحدث على الخدمات الصحية المقدمة للمعلمين من خلال مراكزنا، المراكز الصحية الامتحانية، وأيضا إذا كان هناك خدمات، ما هي الخدمات التي تقدم لطلابنا الممتحنين في الشهادتين، وإن شاء الله أكيد يعني الصحة والسلامة للجميع، ولكن لابد من وجود إجراءات احتياطية. ولكن بسرني أني رحب بضيوفي بهذه الفقرة، الدكتور علي طه، أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا. حضرتك مدير مركز مي زيادة الصحي، يسعد أوقاتك. أوقاتك، أهلا وسهلا فيك. الترحيب أيضا موصول بالأستاذة صيبة وجيه عساف، حضرتك مدرسة فيزياء، أهلا وسهلا أنسي صيبة. أبدأ من عندك دكتور، المراكز الصحية والمستوصفات الصحية اللي هي بتكون بحالة استنفار، يعني صرنا كلياتنا بنعرف انه هي مستنفرة بفترة الامتحانات، أبرز مهامها المناطة بها اليوم في الفترة الامتحانية لهذه المراكز الصحية؟ هلا نحن بمدينة دمشق عندنا 10 مراكز صحية موزعة على حدود مدينة دمشق بشكل كامل، كل مركز صحي فيه طبيب فيه مساعدات صحيات، على الأغلب بيكون تنتين، إضافة لباقي العناصر مثل المستخدمين أو شيء بالمركز.
وكل مركز صحي مجهز بسيارة إسعاف. تماما. تتواجد السيارة بحوالي الساعة 7:30 صباحا، يعني قبل موعد الامتحان بحوالي نصف ساعة. تمام. وبتغادر بعد انتهاء الامتحان. السيارة الصحية مجهزة بشكل عام بأغلب الاحتياجات اللي بنحتاجها نحن، إضافة أنه المركز الصحي كمان مجهز بأدوية، جاهزين لأي حالة إسعافية تنطلب مننا من خلال المدارس. طبعا أثناء الامتحان أي توتر أي قلق أي إرهاق عند أي طالب، أي حالة مرضية أو حالة نفسية، مباشرة بصير اتصال مع المركز ليخضع ضمن ملاك المركز الامتحاني. نعم. ونحن مباشرة بتوجه السيارة لهنيك مع الطبيب، بصير في فحص لها الحالة، تقيم احتمال كتير الحالة تكون بسيطة سهلة تعالج. نعم. ضمن المركز الامتحاني، وبيرجع الطالب لقاعته الامتحانية، أو إذا كان الوضع معقد بحاجة لنقل على مشفى بنتواصل دغري مع المشافي الموجودة ضمن المنطقة. تماما تماما. طيب نحن أيضا يعني إذا بدنا نحكي عن أبرز الحالات الصحية اللي هي صادفتوها منذ بداية العام الدراسي لليوم دكتور. منذ بداية العام الدراسي أو بداية الامتحانات؟ عفوا الامتحان. الامتحان من بداية نعم. الامتحان لليوم. نعم. كانت الحالات كتير بسيطة لغاية هلأ. أغلب الحالات لها علاقة بالتوتر، بالإرهاق، آلام بطن، حالات لها علاقة بالشدة النفسية. فالحالات كانت بسيطة جدا وسهلة، وتم التعامل معها بكل بساطة، وما احتجنا ننقل أي حالة إلى أي مركز صحي. تمام. حتى الآن. طيب برجع لك هلا أستاذي صبا، اليوم طلابنا يمكن هني أحيانا بيخافوا بيتوتروا، فممكن إنه هذا الشيء يسبب لهم حالة خلل بالصحة الجسدية والنفسية ربما، وبالتالي عملية التذكر على الصحة الذهنية هون ممكن إنه هي تتأثر أيضا. إحنا اليوم دورنا بالامتحان كتربويين كمراقبين، خلينا نحكي أكثر كيف ممكن على أرض الواقع نجسده لحتى نمتص هذا التوتر والقلق من الطالب. هلأ بداية أولا بعتقد بالنسبة للقلق والخوف أي حدا بيقدم امتحان شيء طبيعي، طبيعي أبدا أنه يحس بالخوف، بس هذا الخوف بتلاشى مباشرة مجرد ما واحد مسك الألم. صح. بس انعكاس الخوف والقلق على الصحة أو على الجسد كثير نحن بنعرف انه انعكاسه بيكون كثير كثير كبير. تمام. نحن بنحاول نتقبل انه ما في شيء صعب، ما في شيء، بالنهايه كلاتنا مرينا بهالمرحله، ما وصلنا لهون لما كنا مرينا بهالمرحله. تمام. هو بدايه طريق بالنهايه، وخصوصا بالنسبه لطالب البكالوريوس ثالث ثانوي. تمام. بدايه طريق طويل، فما في شيء بيخوف. نحن بدايه يعني نستقبله انه الاسئله من الكتاب، ما تتوتر، حدا توتر بنحاول نساعده، ما معه مي نجيب له مثلا مي. تمام. نتقبل انه اي شيء، انه نساعده باقصى الحالات. طيب انت كمدرسه لماده علميه كيف انت اليوم يعني بتشرحي لنا دورك منذ بدايه العام الدراسي بالتعامل مع طلاب الشهادات وتحديدا الشهاده الثانويه؟ تمام. هلا انا بالنسبه لي كطلاب شهاده ثانويه تحديد مصير، نحن نمشي بالمنهاج خطوه بخطوه، ما بنحاول انه نقحص خطوه قبل ما نكون مخلصين ومكملين الخطوه اللي قبلها، بحيث انه ما نترك ثغرات نحن. نعم. هي الثغرات هي اللي بتخوف، هي اللي بتسبب القلق. فنحن مع التدريب الدائم، الامتحانات الدائمة، فينا نقول الاختبارات الدائمة، هذا الكلام كله بيوصل لمرحلة انه انا وصلت لمرحلة انا بثق بنفسي. اصلا المادة العلمية اسهل بكثير من المادة الحفظية. تمام. اللي متدرب عليها طوال السنة ما في شيء بيخوف، تراجع رؤوس اقلام بسيطة، نقاط اساسية بتعرف تحل بكل بساطة. اما المادة الحفظية هي اللي ممكن تخوف انه انا اذا نسيت كلمة حافظة بس ما عاد اعرف كمل. تمام. فالطالب المتمكن اثناء السنة من التدريب بالقلم بالكتابة بالحل طوال السنة ما في شيء بخوفه، بالنهاية الأسئلة. تمام. من كتابنا ما فيش من الخارج. طيب دكتور بدي أشركك بالحديث معنا كتربوي ليس فقط كمعني بالمراكز الصحية وكطبيب، وإنما كتربوي اليوم أنت كيف تنظر لدورك كأب بنفس الوقت دورك أنت لامتصاص هذه المخاوف، وكيف أنا ممكن أحفز اليوم ألعب دور كتير يعني إيجابي بتحفيز الطالب للانتقال للامتحان للمادة اللاحقة كونه نحن الآن بمنتصف الامتحانات؟ طبعا هذا الحكي بده يكون بناء على التأسيس الصح للطالب، يعني التأسيس يبدأ مع بداية العام الدراسي. الطالب اللي تابع دروسه كل درس بدرسه، كان اهتمامه، كان في متابعة، كان في مراجعة، كان في امتحان ذاتي للمادة نفسها، ما راح يوصل للامتحان إلا هو متمكن من الامتحان، فراح يكون الامتحان قدامه موضوع بسيط وسهل. أما الطالب يلي ترك الدراسة لنهاية العام الدراسي
خلال 10 ايام او 15 يوم اكيد ما راح يلحق ينهي المنهاج او ينهي البرنامج تبعه. تماما. ونحن بهذا الموضوع مديرية الصحة كان لها دور كتير. من حوالي شهرين كان في عنا شيء اسمه القلق الامتحاني. نعم، ندوات كان في عنا ندوات حول هذا الموضوع، حملة كبيرة كانت غطت تقريبا كل المدارس بشكل انه توعية للطالب ان انت بس تفوت على الامتحان بتفوت بهدوء ببساطة، طالما انت متمكن، طالما انت دارس، طالما انت متفهم المنهاج. فهذا الموضوع كان له كتير دور، ولاحظنا هاي السنة والسنة الماضية نسبة الحالات اللي استدعينا إليها من المراكز المراكز الامتحانية كانت نسبة كتير قليلة. تمام. فيمكن هذا الموضوع خلال هالسنتين قدر يجيب نتيجة، وبتصور الموضوع متابعة للسنوات القادمة إن الله راد. تماما. يعني في كتير من التعليقات بتجي أحيانا بيقولوا إنه أنتم عم بتبالغوا، دائما بتحكوا عن القلق الامتحاني حتى لدرجة إنه ممكن إنه تكرار الكلام بهذا، يعني هذا الاتهام، تكرار الكلام بالقلق الامتحاني ممكن إنه هو يسبب يعني إنه زيادة بهذه الدائرة، دائرة القلق الامتحاني. ردك على هذا هلا هو مثلاً. هو القلق موجود أو على هاي الفكرة إن صح التعبير، يعني ما في امتحان إلا بده يكون في شيء طبيعي قلق، يعني خاصة المادتين القادمتين عندنا رياضيات للعلم وللتاسع، تماما كمان مواد كبيرة وأساسية. نعم. بس برجع بقول لك دائما التوعية والتحضير والتهيئة النفسية للطالب، الأهل كتير لهم دور، الأستاذ له دور، الإدارة له دور. تماما. نحن صحيا من ناحية الصحية عم نعمل ورشات وجلسات حول هذا الموضوع، كمان هذا الموضوع أعطى نتيجة، خفف مشكلة القلق. نعم. مشان هيك برجع بقول لك أنا إذا بقارن السنوات الخمس السابقة مع السنتين اللي مضوا كانت نسبة القلق اللي يجينا أعلى بكتير. تماما. نروح على المدارس نلاقي في حالات مرعبة وكأن الطالب فايت على حرب ما فايت على فحص. صح، للأسف. هذا الشيء صرنا سنتين ما عاد شفناه. فأنا برأيي قدرنا نحصل شيء، ومن خلال خطة مديرية الصحة المدرسية قدرنا نوصل لشيء ريح الطلاب. هذا الشيء تحقق بتكامل الجهود الإدارية في المدرسة. فأنتوا دوركم كان كمدرسين أستاذي صبا، كيف كمل دور الصحة المدرسية بهذه الحملة، بهذه المحاضرات، بهذه الطرق والوسائل اللي أنتوا استعملتوها لحتى أيضا توجهوا طلابنا صح للدراسة بعيدا عن هذه التوترات اللي بتصيبه؟ هلأ مثل ما أفاد الدكتور هون أنه نحن مثل ما هنن عمل ندوات وإرشاد باتجاه للطالب، نحن كمان عززنا هذا الكلام إنه طالبنا ما في شيء بيخوف، امتحان. نعم. بالنهاية بداية لطريق. نحن كنا دائما نعزز هذا الكلام، نحاول نعيد الفكر قد ما فينا بحيث إنه يسترجع الطالب، نسأل سؤال يكون ممكن من بحث سابق إنه هو عرفه تذكره. هذا الشيء كمان بيرفع من الثقة عند الطالب إنه أنا دارس، معناتها الفكرة اللي درستها ما راحت مع الريح. تماما. هي كتير مهم. وبالنهاية نحن ما فينا أكثر من إنه نعزز دائما بالاختبارات، بالتدريس، وكلمة الأستاذ يمكن أحيانا كتير، وخصنا في أساتذة بيكون دائما يقولون كلمة مميزة عند الطالب. لو تشوف طالب هيك كتير متوتر بتحاول إنك بحالة إنسانية تنسى أنها هون كأنك معلمه أو بتخصه كمدرس فقط لا غير، هو طالب. نعم. بدك ترجع للحالة الإنسانية إنك تتعاطف معه، وأنت باللا شعور تعاطف معه حتى بتحس. صح. انه قلق وقلقك، يعني انه ما في شيء بدك تحاول بشتى الاحوال انك تمتص هذا القلق. تماما. هون معناتها في تشاركي لازم تكون دكتور بين اولياء الامور من جهه، وبنفس الوقت بين الكادر الاداري والتدريسي من خلال هذا اجتماع مجلس اولياء الامور اليوم. هل ما زلنا نحن بحاجة إلى هذا المجلس في ظل التطور الكبير والنتائج اللي عم نحصدها نتيجة التطورات اللي عم تصير بطرق إعطاء المعلومة، ويعني بشكل عام يعني مثل ما ذكرت أنت في شيء تحسن عن الماضي، هل ما زلنا رغم كل هذه الظروف نحن بحاجة لهذا المجلس أولياء الأمور؟ هل ما زال يترك أثر إيجابي في هذه النقطة؟ ضروري 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 هذا المجلس، الاجتماع المباشر بين الأهل أولياء الأمور مع الإدارة أو مع طبيب له علاقة بالمدرسة أو مسؤول عن المنطقة اللي فيها المدرسة، بيسهل الأفكار يلي بتدور بذهن الأولياء. في كتير أولياء بيخافوا لغاية هلأ، وقت ما نقول لهم بدنا اللقاح المدرسي لغاية هلأ منلاقي معارضة من بعض الأهل إنه اللقاح له فائدة ما له فائدة، شو ممكن ينضر. نعم. شو ممكن ابني ينضر. كتير بيجينا أهل إنه ما مسترجي يعطي ابنه اللقاح. نعم. فنحن هذا التوعية ضرورية وتكرارها ضروري، واجتماعنا مع الأولياء الأمور
في كثير مجالس أهل حضرنا فيهم وناقشنا هذا الموضوع وكان الاتصال المباشر بيننا وبين الأهل سهل كثير هاي الأمور وأعطى إيجابية 100% تماماً. فضروري تماماً. هذا الموضوع تماماً. بحضر معك لحتى تعرفنا أكثر على أبرز الحالات الصحية التي يستوجب نقلها إلى المراكز الصحية أو تدخل المركز الصحي الامتحاني. هلأ نحن المراكز الصحية بمدينة دمشق في عنا مركزين صحيين. هدول المراكز الصحية تستقبل الطلاب قبل بداية الامتحان. بيكون الطلاب عندهم حالات مرضية معينة أكثر الحالات اللي لها علاقة بالصم أو المكفوفين. هدول نعم. طلاب لهم وضع خاص فحكم ذوي يعني. نعم. بالضبط. هدول لازم يكونوا متواجدين بمكان مجهز لسهولة التنقل، سهولة التعامل معهم، إحضار المدرسين مشان يقدروا يكتبوا لهم للطلاب. بيجينا بعض الحالات المرضية بضمن المركز الصحي، المرضى اللي لهم علاقة بالسكر اللي بيصير عندهم هبوط سكر مفاجئ، أو المرضى اللي عندهم حالات ربوية بحاجة لحالات إسعافية ضمن المركز الصحي، إضافة طبعا للكسور وهي أكثر حالات عم نشوفها ضمن الفترة هي. نعم. هدول الطلاب لهم وضع خاص، لازم يتواجدوا ضمن مكان صحي مجهز بأقل شيء سيروم لنقل إعطاء المواد السكرية أو لتعويض السكر لعند الطلاب اللي عندهم حالات نقص سكر، أو إذا في حالة نقص أكسجين بحاجة لإرزاز أو بحاجة لأكسجين، فهذا المركز الصحي هو مجهز لهالحالات هي. تمام. وأي حالة مرضية تجينا من باقي المستوصفات على تراجع باقي المستوصفات أو نحن بنشوفها ضمن المراكز الامتحانية تنقل إلى هذا المركز الصحي. طبعا في إجراءات روتينية موافقة السيد مدير التربية على هذا الموضوع ضروري. تماما. ذكرت شغل كتير يعني أخذتنا لأنه موضوع التزويد بمحاليل سكري وإلى هنالك قد يكون معناته السبب هذا الاضطراب نقص في غذاء الطفل أو الطالب عفوا، أو أنه ممكن يكون هو ما عم يفطر أو ما عم يتقيد بالشروط الصحية. أبرز الشروط الصحية أستاذ صبا اللي أنتوا بتنصحوا فيها طلابنا أنه يتقيدوا فيها، كمان من وجهة نظرك كمدرسة يعني شو بتنصحي طلابك بهذا المجال في فترة الامتحان وقبل الذهاب للامتحانات؟ هلا انا دائما بذكرهم بضروره الفطور. نحن بالنسبه لنا كطالب انه انا يلا في الصبح بجهز حالي يلا مباشره مستعجل بدي اروح. وفي من ما بيكون متعود اساسا تمام هي عادي كثير سيئه انه ما بيعرف انه الفطور هو الغذاء الاساسي للدماغ، يعني بالتالي انت وقت باقي الوجبات الغذائيه ممكن تكون عم تروح تغذي باقي انحاء الجسم، اما الفطور فهو الشيء الرئيسي يعني معظم غذائه عم بيطلع الدماغ. فنحن شيء كثير مهم انه نبدا بدايه نهارنا بفطور. تمام. بالاضافه للنوم الباكر يعني هلا نحن راجعنا خلصنا، وخصوصا اول ماده مثلا بتكون لازم ننام بكير نتهيأ فقنا بكير ما في مشكله، في عنا كم نقطه بدنا نحن نراجعهم نتذكرهم، بس اكثر من هيك كسهر انا اروح على ماده ماني نايم هي بدها تصير تسبب مشكله. تمام. بيصير في الى الاثر اشكال. تماما. هذا الشيء معناته نحن ممكن بيفرض احيانا على بعض الطلاب لحتى يحلوا هالاشكاليه انه نتيجه نصائح غير مدروسه يتجهوا ل مستحضرات أدوية معينة ظناً منهم على أنه هاي الأدوية أنه هي ممكن تزيد السهر تزيد طاقتهم قوتهم تركيزهم وإلى آخره. بناخذ رأيك بهذا المجال دكتور، ولكن سمحنا نتوقف باتصال هاتفي مع الدكتورة نغم سعد حضرة صيدلانية من اللاذقية. يسعد مساكي دكتورة. أهلين. هلا فيك. طبعاً نحن بصفتك صيدلانية بدي أخذ رأيك ويكون رأيك هو اليوم الرسالة التوعوية للجميع للأهالي اللي عم يسمعونا، لأنه بنعرف أنه في كتير طلاب عم يتجهوا مؤخراً إلى ما يسمى سمارت دراجز أو أدوية الذكاء. يعني بدنا منك بس دكتورة تشرحي لنا ما لها وما عليها هذه الأدوية، ونحن مثل ما عرفنا أنه حضرتك عندك تجربة الآن في بنتك هي طالبة بكالوريا ونتمنى لها التوفيق والنجاح. سلام يا رب. شكرا. هلا هو أكيد في أدوية الطلاب عم يتجوها، بس أنا ضد لهذه الأدوية اللي بتخوي الذاكرة. يعني نعم. بتحسن الدوران الدموي مش عم تخوي الذاكرة ويحفظوا مظبوط، بس طبعا انا اكيد ضدها لانه بتضل ماده كيميائيه بتدخل الجسم الى اكيد مضاعفات
نحن دوما نشجع الفيتامينات، الفيتامين سي، الأوميجا 3. الأوميجا 3 بيقوي الذاكرة وما في عنده أي إشكاليات أو أي تأثيرات جانبية. نعم. أما الأدوية الثانية اللي بتخوي اللي بيطلبوها الطلاب أو ما بعرف كيف، أو المتعارف عليها أو الشائعة بشكل مغلوط تماما، إنه هي الأدوية نفسها اللي بتخوي الذاكرة، أو في أدوية كمان عم يطلبوها اللي بتخليهم صاحيين كل الليل. طبعا أنا ضدها تماما، وهي بالنهاية مواد كيميائية بتأثر على الدماغ، بتأثر على الدوران الدموي. نحن دوما مع الشيء الطبيعي، أو الفيتامينات مثل ما قلت لك الفيتامين سي، الأوميجا 3، الفيتامين إي، هذول كثير تأثيرهم كويس وما عندهم تأثيرات جانبية تماما. في حال الطالب تناول مجموعة من الأدوية يلي نفترض حدا عم يسمعنا الآن وقرر أنه يوقفها، هون شو هي التأثيرات؟ شو ممكن هو يتعرض لها من تأثيرات؟ شو ممكن يتصرف لحتى يبطل تأثير هذه المادة اللي دخل لدمه مثلا؟ هلا حسب الأدوية اللي كان عم ياخذها. مثلا إذا عم تقصد الأدوية اللي بتخليه صاحي كل الليل، هاي اللي بنسميها أدوية الذكاء أو المنشطات. هي إنه صاحي كل الليل، هلا أكيد ما في وقفة مباشرة، بده يكون تحت إشراف طبيب. نعم. لأنه بتعمل مشاكل، بعد فترة بتعمل أرق، بعدين بتعمل مشاكل كثيرة. يعني ممكن فترة الامتحان بس بعدها بصير عنده وهن عام وتعب، أكيد تحت إشراف طبيب لازم يوقف الدواء تماما. طيب دكتورة، من خلال تجربتك مع بنتك احكي لنا كيف عم تتعاملي الآن مع بنتك. شو كان اسم بنتك؟ نور فوتي. نعم. طيب اليوم انت كيف عم تساعديها؟ كيف عم تدعميها نفسيا؟ كيف عم تدعميها معنويا؟ وكيف تقديمها بالامتحانات؟ هلا الحمد لله بنتي علاماتها الحمد لله تمام لحديت هلا، وبنتي من المتفوقين. وانا على طول انا لو اني انا صيدلاني انا دوما مع الشيء الطبيعي، يعني انه الفيتامينات عم تاخذها عن طريق الانزيه، عن طريق الفواكه، عن طريق الحليب. زاد انه التشجيع كمان نفسي، الضغط النفسي على الطالب كثير بياثر عليه. تماما نخلق له جو مريح، جو انه انت اشتغل اللي عليك والباقي انه على ربنا، يعني ما انه ضغط كثير على الطالب. وانا ضد الدواء، يعني بنتي طوال فتره الدراسه ما بحياتها الحمد لله يعني انه اعطيتها دواء بهالجانب. تمام. هلا بنتك اكيد علمي، اي علمي، الماده القادمه الرياضيات، في عندها خوف مثلا من الرياضيات؟ هلا هي اي طالب دوما الرياضيات بتعرف كل حسابات وكل شيء، بالضبط، لانه علامتها كبيره 600 درجه، يعني مو بالامر السهل. انا هون بدي اعرف، بدي اوصل لهي النقطه، كيف انت اليوم عم تدعميها وتساعديها لحتى تضل محافظه على توازنها النفسي وتبطل اي مخاوف من انها تخسر درجه او جزء من درجه بالرياضيات؟ مثل ما قلت لك هلا دوما الهدوء، هي كثير بنتي بتحب انه تكون عم تدرس لحالها بهدوء. في شغلة تانية، الطالب كمان كتير بيحتاج لفترة الامتحان للسكريات، لأن السكر نوع من يعني بيعطي سعادة، بيعطي نوع من الراحة. فكمان ما عليه إنه إذا الطالب أخذ هيك شيء نوع من الحلويات أو السكريات كمان بتريحه. نعم. ولكن دكتور علي اللي موجود معنا، دكتورنا قال إنه هي باعتدال، لازم ما إنه يصير فيها إفراط. أكيد ما بكميات، بس إنه مثلا بنتي إذا احتاجت شيء مثلا تسألني إنه ماما أنا تعبت أو وهن عام، ما في مشكلة قطعة حلو أو نوع من السكريات بتعطيهم نوع من السعادة والراحة حتى يكون طاقة. نعم. الدكتور عم بيقول كمان دكتورة نغم إنه الفواكه السكريات الطبيعية كمان هو عم يضيف للقائمة، إنه هي ممكن تساعد بفواكه التمر، العسل، يعني هاي الأمور اللي امتصاصها سهل وفائدتها كبيرة. تماما. فيتامين سي اكيد، الفواكه كثير مفيده للجسم. نعم. وبتعطيه كمان طاقه، يعني الليمون كله طاقه، الليمون او البرتقال او وهذا كله متوفر هلا حاليا بالاسواق السوريه. احنا لحتى نكون قريبين من كل عائله سوريه، يعني خلينا نعطي قبل ما اختم معك دكتوره وصفة غذائية بتحتوي على هاي المواد المنشطة الطبيعية لطالبنا بما يتناسب مع دخل العائلة السورية وبما هو موجود في الأسواق السورية. هلا شوف، هلا بالأسواق نحن هلا في ليمون حامض، يعني إذا مثلا ليمون حامض مع برتقال مع نعنع أخضر وعسل، هذا عصير بيكون كتير بيفيد للجسم، بيعطي طاقة وبيعطي نشاط وبيمده بكل العناصر الضرورية للطالب. نعم. وبتساعده على التركيز كمان، وبتخلق نوع من التوازن، يعني انه ما بيكون فيها الخوف. لوجود النعنع هو ماده مهدئه.
والليمون والبرتقال فيتامين سي، والعسل معروف انه شو بيفيد. نعم اكيد. كمان الاوميجا 3 كمان فيك تاخذوها، يعني في ياخذ الطالب بشكل حبوب من الصيدليه او ياخذ عن طريق السمك. عن طريق اوميجا 3 غالي كثير. نعم نعم. لا أكيد في أدوية وطنية أوميجا 3 معنا هالأسعار اللي عم نحكي فيها. لا لا شوي. نعم. البدائل فينا نقول انه هي دائما موجوده، بدائل صحيه طبعا. مثال عنا مثلا اكيد الحليب، كمان الحليب كثير له طاقه، اذا مثلا الحليب مع قرفه مع عسل كمان بيعطي. احنا بنعرف طيب. كمان القرفه وفوائدها، القرفه منشط عام. دكتورة بالنسبة للأوميجا 3 يعني اللي هو دائما كل أخصائيين التغذية وضيوفنا بينصحونا أنه دائما أو بينصح طلابنا أوميجا 3 بفترة الامتحانات أنه هو مقوي ذهني وبنشط، في حال أنه أنا بدي ألجأ له بصفة طبيعية كمرجع كمصدر طبيعي، وين أكثر شيء فيني أنا أخذ الأوميجا 3؟ زيت الزيتون، زيت الزيتون متواجد عندنا كلها، الأوميجا 3 موجود بالزيت وبالسمك، هدول العنصرين كثير مهمين. نعم. فينا كمان ناخذ البروتينات الطبيعيه اللي موجوده بالبيض، خاصه بالبيض المسلوق. وكمان نعم. كلياتنا كاهالي عم نعطيهم لاولادنا هيك الصبح كاسه الحليب والبيضه. نعم نعم. قبل ما اختم معك بناخذ منك نصيحه من ام تعيش التجربه الان مع ابنتها اللي هي طالبه بكالوريا وتتقدم للامتحانات، شو بتوجهي لنا رساله؟ هلا ان شاء الله كل انسان تعب او كل طالب تعب يشوف نتيجته ويفرح اهله ويفرح اللي بحبوه، وبالنهايه الطلاب عم يدرسوا ويشتغلوا كل السنه، فاكيد احنا بس ما نضغط على الطالب ما نضغط على الطفل، يعني بالنهايه هو بده يختار الشيء اللي بحبه واللي تعب فيه، وان شاء الله الكل يكون موفق يا رب. ان شاء الله نتمنى التوفيق لبنتك بالبكالوريا وان شاء الله بتكون من المتفوقات على سوريا. شكرا لك. الله خليلي. شكرا شكرا دكتورة. تعليقك دكتور، بنرجع للرأي الصحي وبعدين نرجع للرأي التربوي. انا ماني من انصار اعطاء ادوية للطلاب. نعم. حتى الفيتامينات يعني ما في مركب الا ما له تأثير رح يمر اطراحه من خلال الكبد او من خلال الكلية، فكل ما نحن زودنا من هاي المركبات أثرنا على العضوين الأساسيين بالجسم. فبلادنا بلاد طبيعة فيها تمام. كويسة، والخضار والفواكه متواجدة بشكل يعني حتى إذا نحسب التكلفة المادية هو فعليا أوفر من الأدوية تمام. فأنا بميل أكثر للشيء الطبيعي، يعني الموسم هذا فيه فريز فيه البرتقال فيه الموز فيه كل امتى انا المفروض اعطي الطالب حصه غذائيه منشطه ان صح التعبير كبديل لهي الادويه؟ دائما الطالب يلي عم يدرس عم بيستهلك حريرات حكما، فبالفعل هو بحاجه لمواد سكريه. هالمواد السكريه ممكن تتمرق بين الوجبه الفطور بين وجبه الغداء. نعم. في وجبه اضافيه فيها شويه حلويات او فيها كاسه عصير فيها فواكه، دائما هي تدعم الوجبة الرئيسية. الوجبة الرئيسية هي حكمة في فطور، حكمة في غدا، حكمة في عشاء. دول ثلاث وجبات رئيسية لازم يدخلوا لجسم الطالب، إضافة إنه في عنا الوجبات الإضافية إضافة للفواكه للخضار، يعني حتى شو ما أخذ من خيار ولا بندورة ولا فليفلة ولا هي كلها فيها فيتامينات صحيح. فيها يعني سوائل على أقل التقدير يعني فيها ما حكت يعني. دكتورة حتى زيت الزيتون الأوميجا 3 نسبته فيها عالية كتير عن طريق السمك، فأنا ليش حتى أكلف مواد دوائية إذا فيني حل الموضوع بطريق الفواكه أو الخضار؟ تماما. أنا أكثر أنا أكثر مادة متوفرة هي زيت الزيتون تماما في بلدنا. نعم. الرأي التربوي اللي إحنا كيف فينا هاي المواضيع نرسخها كعادي وكسلوك تربوي، إنه الاتجاه لهذه البدائل الطبيعية بعيدا عن هذه السلوكيات الخاطئة اللي هي ما رح اقول الادمان وانما الاعتياد على الادوية المنشطة. تمام. هلا مثل ما قلت انت الاعتياد او الادمان انا كثير بسمع بين الطلاب هلا كثير منتشرة خصوصا طلاب الثالث ثانوي، خلينا نصح التعبير الذكور اكثر من الاناث، انه بتروح بتجيب الدواء الفلاني بتسهر عليه يومين بتخلص المادة وانت مرتاح. هذا الكلام طبعا كله بالنهاية ما في شيء ما بيوصل لمرحلة من الإدمان، وأي شيء صناعي هي واحد تماما. وأي منشط نحن انت عم ترفع من عتبة التنبيه، إذا كانت عتبة التنبيه عندك شوي منخفضة انت عم ترفع منها، يعني كمان هذا الكلام فيه له تأثيرات صحية كتير لقدام رح تكون غير جيدة تماما. فنحن بنحاول توعية انه انت قادر تحصل إن مثل ما حكى الدكتور ان كان عن طريق الأغذية عن طريق العادات الصحية، بالنهاية انت في كل انسان له استطاعة
مثل اي آلة، اخذت اوميجا 3 ولا اخذت فواكه ولا اخذت هالمنشطات، رح تطلع فوق منها. انت تمام. رتب وقتك، نظمه، اشتغل على برنامج اسبوعي للمادة، قسمها، رتبها، بعتقد هذا افضل من كل هذا. صحيح. الكلام صحيح. طيب دكتور، بنرجع لدوركم بالمراكز الصحية، اذا بنحكي عن ابرز الارشادات الصحية اللي حضرتكم عم تقدموها للطلاب في المراكز الصحية. هلا نحن بشكل عام مثل ما قلت لك، خلال العام الدراسي في إنا برامج شهرية، كل شهر في توعية معينة، شيء له علاقة باللقاح، شيء له علاقة بالأمراض الإنتانية، التهابات الكبد. كان عندنا حملة للديدان مشان مكافحة الديدان، في الطفيلية والطفيلات طبعا، في شيء له علاقة بالقمل الرأس كمان، كان في توعية لاتجاه الموضوع. كان كتير السنوات السابقة بتعرف ركزنا على موضوع الكورونا، موضوع الانفلونزا، فهي الأمور نحن عم نمرق فيها كل شهر بشهره على المدارس. نعم. في عنا مساعدات صحيات بتروح على المدرسة بتعطي هذا الموضوع. أكيد يعني ممكن يكون في تغطية كاملة، ممكن يكون التغطية ناقصة، بس هذا الموضوع ضمن خطة مديرية الصحة المدرسية لكل عام تطبق. طيب بعض الحالات المرضية قد تكون يعني ضمن العام الدراسي والآن في فترة الامتحانات تعاني من أمراض مزمنة مثل الربو، السكري، الضغط مثلا، أو بعض الحالات ممكن يكون في أمراض قلبية مثلا، هون كيف نحن بنتعامل مع هؤلاء الطلاب؟ أهم شغل الطالب يلي عنده حالة مرضية رح يعرف حالته، يعني مريض السكري معروف بده يهبط السكر معه، أدوية السكري موجودة. هو معناتها صار التعويل على دور الأهل بالتواصل مع المركز الامتحاني قبل الامتحان. تماما، يعني نحن كحالة مرضية ما عنا مانع للطالب مثلا داخل القاعة أنه دخل معه شيء له علاقة، مثلا إذا خفض نسبة السكر يشرب شغلة ترفع له السكر. نعم. خصوصا وقت ما بيكون حالة الطالب مثبتة معروفة، يعني مريض الضغط نفس الشيء، أدوية الضغط موجودة معه، مريض الربو ما في مانع إذا كان عنده بخاخ الربو متواجد معه. وقت ما بيكون في استشارة للطبيب أو الحالة وصلت لحالة لوضع بيستدعي أنه الطبيب يكون موجود، نحن دغري بنتواصل مع المدرسة أو بنجي بنفحص الطالب ضمن المركز الامتحاني. نعم. طيب أستاذي صيبة، اليوم يعني طلابنا مثل ما قلت انهم بمنتصف الامتحان، المفروض يكون هن يعني اخذوا جو الامتحان وصار في تخفيف، يعني ما عاد في هذا الخوف وهي الوهرة اللي هي بتسبق الامتحان. اليوم نحن بعض الطلاب ممكن انهم يستسهلوا، ممكن بعض الطلاب العكس، ممكن الطلاب ممكن توصل لحالة ملل، وهذا الشيء كله فعلا عم نلاحظه من بين الاقاويل مع الطلاب نفسهم. كيف ممكن الطالب يضل محافظ على تحفيزه الذاتي للدراسة؟ هلا التحفيز الذاتي لازم يكون اول شيء من الداخل، نحن حاطين هدف، حاطين طموح، هي اهم شيء عند كل طالب انه انا بدي اوصل لهون. هذا التعزيز الداخلي، وبالاضافه للاهل انه نعزز اكثر مع الولد، راح اجى عم يدرس كمان تمام، بس كمان ما يضغط حاله بالشكل المستمر. يعني انا حاطط الكتاب قدام مني عم يدرس، عم يدرس مشل تراسي، في شيء اسمه مناوبات استراحه، اكيد مستراحه يعني ساعتين ثلاثه نوعا ما بعد نهار امتحان، لا مناوبات، يعني انا درست لي ساعه، درست لي ساعتين، بروح لي مشوار على المطبخ بشرب كاسه مي، باكل لي حبه فواكه. هي الاستراحات، بحكي مع امي حديث، بحكي سيره شفتها صارت معي، هذا الكلام كله بيخفف من هذا التوتر. صحيح. وبنفس الوقت هو خليني ما اوصل لمرحله الملل، انا بمل. نعم. لما انا حاطط هالكتاب قدام مني وما بقى اتحرك. طيب هون كيف صار الطالب في ثبت المعلومه ويحولها لذاكره طويله الامد؟ هلا بهالحاله هذا الكلام كان اثناء السنه. نعم. اللي كان التركيز وقت نحن اخذنا الماده اول المعلومه اول مره، معناتها هو بس هلا تثبيت، بس فينا نقول تمام او استرجاع. استرجاع المعلومات، لانه احنا ثبتناها ومشي حالها، احنا عم اسمها مراجعه، حاطين حتى مده زمنيه قصيره، يعني ثلاث أيام لكتابين رياضيات مثلا فيهم تمارين وأفكار كافية، بحر من الأفكار فينا نقول، أكيد ما رح يلحق الطالب والله يقعد بثلاث أيام يقعد يحفظ هلا يثبت. نعم. معلومة أكيد لا. طيب دكتور، بالنسبة للإجراءات الصحية أو إذا بتفيدنا بتمارين ممكن تساعد الطالب بعملية التذكر، بعملية تخفيف التوتر، شو ممكن يتصرف الطالب أثناء دخوله للقاعة الامتحانية وخاصة بهاي الدقائق وقت بصير في فتح المغلف أمامه وتوزيع الأسئلة؟ يفضل للطالب بس يوصل على المركز الامتحاني يكون تارك كل شيء له علاقة بالمادة اللي رايح يقدمها، تاركها برا، تاركها تماماً بالبيت تماماً. يعني هذا الأول نص، آخر نص ساعة أو آخر ساعة من قبل موعد الامتحان، هذا هي الراحة التامة
يبعد عن التفكير بالأسئلة بالأجوبة، هذا السؤال حفظته، هذا سؤال ما حفظته، هذا السؤال لازم أرجع أتذكره. الذاكرة الأساسية تشتغل خلال العام الدراسي كله، فما عد في داعي لها قبل بساعة أو قبل بوقت بسيط من دخوله للقاعة الامتحانية بعده متوتر وبعده عم يفتح الكتاب وبعده عم يدرس، هذا الوقت ما عاد يفيده. متى فات على المادة الامتحانية أنا بنصح الطالب أنه ما يكشف على الأسئلة كاملة، ما يشوف الأسئلة كلياتها دفعة واحدة، إذا بده يطلع على الأسئلة كلياتها بده يبلش يتوتر أكثر. صح صحيح. يفضل يمرق سؤال سؤال، السؤال المتمكن منه دغري إجابته مباشرة على الورقة الأساسية تبعته، الإجابة اللي ما هو متمكن ممكن يحطها على المسودة وبعدين يرجع ينقلها على المبيضة بعد ما يتأكد. ما ممكن يشتته للطالب بهذه الطريقة ولا شغلة نسبية ترجع بين الطلاب؟ بيتشتت الطالب إذا كشف على الأسئلة كلها دفعة واحدة، ساعتها ممكن في سؤال رقمه 10 آخر سؤال ما هو متذكره أو شيء ببلش هون يتعب أكثر لأنه ببلش يفكر فيه. نعم. كنصيحة أنه يمشي سؤال سؤال مرحلة مرحلة، مدام مشي هيك رح يلاقي أنه أموره ميسرة. حلو. شغلة تانية، ما في داعي يتشتت باللي حواليه. نحن أكيد بننصح المراقبين ما يعملوا ضجة بالامتحان، الضيوف يلي بيجوا على الامتحان، نحن مش هيك كان لنا دور وقت ما بتجينا حالة مرضية دغري نخبر رئيس المركز هي الحالة المرضية اللي عندك لا تترك لي إياها بالقاعة، لأنه ممكن هذا الطالب يشتت أو يشوش على الموجودين حواليه. نعم. فأي حالة مرضية كان تنسحب دغري على رئيس المركز أو غرفة خارج القاعة، خارج القاعة. نعم. ونحن منعالجها هنيك وبنرجع منرجعها بكل هدوء. نعم. فوقت ما بتكون الأمور فيها ضجة فيها توتر فيها ضجيج كله هذا ممكن يأثر على الطالب. الطالب اللي فايت على الفحص مفروض بده يركز يجمع كل أفكاره ضمن الأسئلة مشان ويحاول ما يشتت أفكاره، ما يسمع. نعم. لحدا غيره الأقاويل. نعم. أو الشائعات. أنت هوني شو بتتوجهي أستاذتنا صبا بنصيحة للطلاب قبل بداية الامتحان يعني عند وصول للمركز الامتحاني؟ هلأ أول شيء يقعد يهدي بما معناه يعني أنه خلاص ما في شيء، أنا كتير تمام، يعلي الثقة يعزز نفسه لحاله. أنا بعزز نفسي وقت بحكي مع حالي، ما حد رح يحكي معك أفضل من نفسك. عزز نفسك، أنا كتير منيح واثق من نفسي. بمسك بدي عقب على الجملة اللي حكاها أنه مسك الورقة، سؤال سؤال، ما تخطي سؤال قبل سؤال. نعم. وصلت على سؤال أنا ما عرفته هون ببدأ التوتر والقلق، خلاص ما في مشكلة بتركه بنتقل على بعده. المعلومة بتجي تلقائياً. تلقائياً. نعم. ممكن ربما يكون إنه الحل السؤال المعرفة مرتبط بسؤال لاحق مثلاً بيذكره فيه. ممكن كمان يكون بيعرف الجواب بس من القلق إنه أنا ما تذكرت البداية، بيكون بده بس بداية. فأنت تابع هيك حلل بالأخير ترجع على مهلك، فما في أي شيء بيخوف. وحتى أنا صار مثل نحن بالأي قاعة امتحاني معرضين مثل ما حكى أنه لأي ضغط أو لأي شيء ممكن يصير خارج عن المألوف ما تتوتر. اعتبر حالك أنك أنت قاعد بصالة سينما عم يطلع فيلم وأنا عم بقعد عم بشتغل، أنا ملي مساحتي فراغي عم بشتغل فيه. التفكير الإيحائي الإيجابي أنه أنا لازم أنا بنفسي وبس، ما لازم أفكر بغيري، ما بروح مستقبل مشان حدا تاني. تماما. مع هيك احنا رح نتوقف مع مجموعة من النصائح الامتحانية، نتمنى من الجميع انه يتعمق بهاي النصائح، الاهالي الكرام اللي عم يتابعونا وطلابنا الاعزاء، نتابع سوا.
يعني بعد مع هاي النصائح ومع كل شيء نحن بنوصي طلابنا انه يسيطروا على حالهم في حال انه سؤال ما عرفوه، نحن بنرجع بنأكد انه الاسئله الاجابات موجوده ولكن بس بشويه هدوء تستثار المعلومه فبتجي للطالب. ولكن في حاله من الحالات وهي بتصير دكتور، يعني هي احيانا بعض الطلاب ممكن ينصابوا بحاله هستيريه احيانا لانه للوهله الاولى بيشوفوا الاسئله دفعه واحده ما عرفوا شيء او بتتاخر كل المعلومات، ممكن هذا الشيء يسبب فعلا يعني تشويش على الجميع ليس فقط في القاعة ولكن بيمتد من خارج القاعة. وهذا الشيء فعلا مواقف حتى نحن لما كنا نراقب يعني بمراكز امتحانية كنا نقع بهيك حالات. طب أنا هون كمراقب كيف بدي أتصرف؟ كيف بدي أوجه هاي الحالة إلى مثلا المختصين لطبيب مختص؟ هلا هي الحالة حكما يعني تعتبر حالة مرضية فالأطباء لهم دور بهذا الموضوع. وأنا سنة من السنوات استدعيت على حالة بمدرسة، يعني أنا وصلت على باب المدرسة وعم بسمع صوت الطالبة من برا، طالبة بكالوريا عم بتصرخ بشكل مو طبيعي. هون انفصلت عن الواقع، هي عن الوعي مثلا. المريضة الطالبة طلعت عندها حالة مرضية لها علاقة بال الصرع والأمراض الأمراض اللي حتى يعني على ما فهمنا من الأهل العلاقة بالجان وما الجان والأمور هاي. فالمريضة يعني شوشت التوتر اللي صابها حفز هاي المادة تماما، وبشكل أنه صريخة وعياطة أثر على الطلاب الموجودين. فنحن حاولنا بأسرع الأوقات أنه نسحب المريض الطالبة، حاولنا أول شيء نهديها، ما كان تهدى، أعطيناها إبرة مهدئ إبرة مسكن، ما كان في تجاوب، فاضطرينا سحبنا الطالبة من القاعة وخدناها على مشفى بس مشان ما تأذينا باقي الطلاب. نعم. يعني أنت مشان طالبة واحدة في عنا 100 طالب أو 200 طالب عم بيقدم امتحان، وفعلا كله بيتأثر يعني بكلمة بتأثر ممكن أنه يعني أحيانا كتير إذا المادة شوي صعبة كانت ممكن تلاقي الطالبات عم بيبكوا، الطلاب عم بيبكوا، فهذا الموضوع بيعمل نوع من الانهيار. فعلا فقدرنا نسحب هالطالبة لحتى أقل شيء تركنا المجال لغيرها أنه يعرف يجاوب. تماما. حاليا أنت عم تراقبي بقاعة امتحان احيانا نلاحظ اذا الطالب صار يبكي او توتر بالقاعه كله بصير عدوى تماما، عدوى بالبكاء، عدوى بالتوتر، عدوى بالقلق، بالخوف. انت كمراقبه كيف بدك تتصرفي؟ شو دور المراقب؟ بدي اذكر حادثه ما صارت معي، صارت مع اختي، كانت عم تقدم بكالوريا، كان امتحان الرياضيات، هنا نعم. بالاساس خايفين منه، يلا رايحين على الامتحان، معهم الاولى على الشعبه موجوده معهم بالقاعه الامتحانيه القدوه يعني تمام القدوه مسكت الورقه الامتحانيه، اول سؤال ما عرفت حل، بدأت البكي البقايا بدأوا يبكوا، صارت نوبة هستيرية لكل القاعة أنه إذا هي ما عم تعرف تحل نحن بدنا نعرف هاي العدوى صارنا. ما بعرف أنا وقتها كيف قدروا يهدوا القاعة، قالت لي وكملنا كتابة، طلعت بعد منا وهي ضلت يومين تبكي، وروحنا مادة بعد منا نزلنا بالمادة اللي بعدها يوم النتيجة بتطلع جاي بعلامات فيها أعلى من غيرها. هذا دليل بس شو التأثر بالآخر، الحالة النفسية فقط. تمام. نعم. فنحن لازم نبني الطفل من لما بيكون صغير أنه أنت شو ما صار حول منك ما كتير تتأثر. تمام. أنت ثق من النفس، هي الثقة بالنفس على فكرة عند الطفل لازم تعزز بالتربية منذ السنوات الأولى. تمام. إنه شو ما صار حول منك إنه أنا بعرف حالي شو دارس، إنه أنا عند تلاقي طلاب بيجوا بيحكوا بثقة، دكتور بالجامعة ما قادر يحكي فيه. تمام. يحكي الثقة طيب. اللي فيها. دكتور هلا خلينا نحكي بحالة ممكن عم تصير وسمعنا فيها إنه أحد الطلاب تعرض لحادث صعب وكسر، في طلاب ممكن بغض النظر عن الحادث اللي صار أي حالة عرضية مرضية تحدث لطالب بالامتحانات، هون شو المفروض الأهل يتصرفوا في حال منعيته هي ربما تمنعه من التقدم أو أنه تقدم بالصورة الطبيعية للامتحان أو طلبت منه احتياجات خاصة، كأهل شو المفروض يتصرفوا هون؟ هلا نحن مرق علينا السنة الماضية الطالب عمل عملية الزائدة، استئصال الزائدة الدودية ليلة امتحان تاني يوم. فمباشرة خبرونا، جينا بسيارة الإسعاف، نقل الطالب على المركز الصحي. المركز الصحي طبعا مجهز بسرير طبي نظامي وسيرومات بشكل أنه الطالب كأنه قاعد بالمشفى. نعم. وطبعا جاء أستاذ المادة صار يكتب له بناء على الطالب شو عم بيعطيه معلومات للأستاذ، الأستاذ عم يكتب له، وبعدها أخذنا موافقة السيد مدير التربية لأنه رح يتابع هذا الطالب باقي مواده عندنا في المركز الصحي. نعم. فهذا الموضوع موجود مثله مثل أي حوادث بهاي كسر أو شيء. بهاي الحالة دكتور هل هناك مركز صحي طبي يعني معتمد ولا على أي أساس يتم توجيهه لمركز ولا بده يكون قريب لمنطقته مثلا؟ لا في مدينة دمشق في عنا مركزين مثبتين، مركزين حاليا، مركزين. السنة الماضية كان مركز واحد هو مركز زكي الأرسوزي.
المركز الثاني حاليا اسمه مركز عائشة البعونية. فهدول المركزين بس يحول الطالب من خلال المراكز الصحية الباقية. نعم. إلا بحالة واحدة، إذا الأهل بيعرفوا هذا المركز وراحوا مباشرة عليه بدون ما يمرقوا عن طريق المستوصف، يقبل من خلال طبيب المركز المتواجد هناك. نعم. يقبل شرطيا على أمل أن الطالب تاني يوم بيحضر باقي الوثائق لتثبت أنه عنده حالة مرضية تقبل في مركز صحي. تماما. اليوم أثناء التحضير للمادة العلمية بشكل عام، يعني أي مادة كانت، يعني قديه إحنا من المهم أنه يكون في أو نساعد طالبنا على البرمجة، برمجة وقته وتحديدا النوم بشكل خاص، يعني لأنه كثير من الطلاب بنسمع للأسف أنه هني بيسهروا كثير وبيطولوا، أو نتيجة القلق ممكن أنه يستيقظوا باكرا جدا وبيكون يمكن مخن على بعض ما له نايم ساعتين يا دوب، أو بيكون متقطع أحيانا. هلا هذا الكلام بيرجع نسبي بدي رأيك بهاي النقطة. بيرجع نسبي حسب الطلاب، في طلاب بتعرف تدرس بالليل، في طلاب بتعرف تدرس بالنهار، ما بتعرف تسهر ساعة. بس بجميع الأحوال نحن لازم نغطي عدد ساعات النوم الكافي إذا كنت دراستك ليلية أو نهارية. نعم. وكمان مثل ما حكيت برمجة، يعني أنا لازم ننظم وقتي، يعني أنا قدام امتحان بعد 3 أيام، قدامي مني 3 أيام، بأول يوم لازم أنا أخلص 1 2 3، أنا أقسم المادة بحيث أنا أوصل لآخر يوم معي مرتاح ومعي وقت زيادة في حال فكرة من الأفكار وردت وأنا حاسة حالي ماني متذكرة، رجعت ثبتها، رجعت ركزتها، يكون معي وقت. هذا أهم، يعني تنظيم الوقت هو أهم عامل مع الطالب. طيب بالفترة الامتحانية هذا الشيء المفروض يكون مرتبط ب بيئة منزلية مثالية للدراسة والتركيز. هلا بعتقد ما في هلا حبيت في طالب بكالوريا وما بيكونوا كلهم على حالة استنفار على هب الاستعداد، يعني انه بس شو بدك، هلا هو المدلل في البيت يعني بالنهاية، انه بعتقد الأغلبية من بس البيت في كتير فينا نقول وسائل مشتتة مثل الهاتف، التلفزيون مثلا. أكيد. ربما يكون في ضيوف مثلا، ربما يكون بشكل عام جو البيت، يعني هلا ممكن بس يكون يخترق، يصير في خروقات هيك حالات. هلا نحن بنرجع لانه انت اعتزل غرفتك. نعم. الغرفة اللي لك اعتزل فيها وتابع امورك دراستك كاملة فيها، بالنسبة حتى اذا كان في حدا بالبيت. موبايل انا بنصح جميع الطلاب، نحن مو ضد الموبايل، بس انا موبايل حد مني، انا كشخص بالغ ما بعرف ادرس، فما بالك انت بطالب اسا ما تخطيت مرحلة الاستقلالية. شيل الموبايل على جنب، بدك تابع شيء رجع اسحبه من دقيقتين ثلاثة، تواصل ريح عليه ربع ساعة بعدين ارجع ارفعه بعده عن عيونك، حطه عند ابوك عند الوالد او عند الوالدة، بس ما يكون قدام منك، لانه هو نقطة ضعف كتير كتير كبيرة عملية عم يتعرض عليها الطالب ليلة. تماما. نرجع للمركز الصحي، شو الابرز التجهيزات المطلوبة انه تكون بالمركز الصحي كوسائل، ك يعني أجهزة معينة مثلا، شو ماذا يحتوي المركز الصحي يعني بمعنى آخر؟ هلا المركز الصحي اللي بمنطقة زكي مدرسة زكي الأرسوزي مجهز بأسرة وحوامل سيرومات مع سيرومات الطبية، مجهز بكراسي لمساعدة الطلاب اللي عاجزين عن المشي أو اللي في حالات كسر أنه يدخلوا ضمن المركز الصحي. الأدوية بشكل أساسي موجودة، يعني قدر الإمكان الأدوية اللي ممكن تعطى في مركز صحي أو في عيادة طبية. الحالات اللي أكثر من هيك اللي بدها مشفى ساعتها تحول إلى المشفى، خصوصا وقت ما بيكون في حالة بحاجة لجراحة أو بحاجة لتداخل أكبر من ما تنحل بالعيادة. تماما. اليوم إذن الصحة بشكل عام الجسدية والنفسية للطالب مرهونة بالخدمات اللي بتقدمها مديرية الصحة المدرسية، طبعا بالتكافل والتعاون مع الإدارة المدرسية والكادر الإداري والتدريسي. إذا بنحكي عن تطوير عملكم بالصحة المدرسية، ما هي الخطط، ما هي الآليات التي يتم بها تطوير أو وضع خطة تطويرية للعمل في الصحة المدرسية دكتور؟ هلا نحن الصحة المدرسية صحيح تابع الطلاب، طلاب المدارس من وقت التسجيل بالمدرسة لحتى التخرج من المدرسة، يعني لحتى سنة البكالوريا. بس كمان عندنا شغل تاني بنقوم فيه بالصحة المدرسية هو متابعة الحوامل. عندنا أطباء نسائية متخصصين، عندنا فحص دوري للحوامل بالشهر الخامس وبالشهر السابع، فقدتهم مشان تسجيل الحمل والإعطاء الإجازة المرضية أو إجازة الصحية بعد ما بعد الولادة بناء على الحامل، على وضع الحمل.
عندنا جهاز عينيه بالصحه المدرسيه كمان ممكن يفحص الطلاب اذا في مشاكل عينيه، عندنا جهاز اذنيه، عندنا طبعا اجهزه الاسنان موجوده. نعم. وحاليا نحن في فكره انه نطمح لعمل مركز صحي خاص للصحه المدرسيه تماما، يلبي خدمات مو بس الطلاب، المعلمين، موظفين موظفين التربيه بشكل عام. نعم. يعني المدرسين او المدرسات، اسوه بنقابه المعلمين. المعلمين عندها مراكز بيروحوا المدرس بيتعالج بمبالغ بسيطه تماماً. او زهيده. نحن في عندنا مجال وفي عندنا امكانيات وفي عندنا اطباء، بيلزمنا بس تفعيل هذا الموضوع. إذا قدرنا نحصل عليه حسننا من وضع الصحة المدرسية، حسننا من وضع طبيبنا حتى بيرغب سير أطبائنا يجوا أكثر على الصحة المدرسية، طالما صار في وارد أو طالما صار في إفادة من موضوع العائدات مالية من خلال المراكز، ولو تكون مبالغ زهيدة وبسيطة بس ممكن بتحسن، وبالمقابل بكون نحن قدمنا خدمة للمدرسين أو المدرسات. هذا الحكي بينطبق على مراكز موجودة بالريف وبالمدينة. هلأ أنا بحكي ضمن مدينة دمشق، نطمح هيك بالريف. هلأ الريف مشتت، الريف واسع، فبتحتاج أكثر من مكان، بينما أنا بدمشق إذا عملنا مركز واحد احتوى على عيادة نسائية وعيادة أسنان، عيادة أذنية، عيادة عينية وداخلية بشكل عام، يعني هدول عيادات أساسية، فأنا ممكن عالج مدرسينا ومدرساتنا تماما بمبالغ بسيطة جدا أو بشكل رمزي، وبالمقابل بكون أنا فعلت دور الصحة المدرسية، لأن هذا الطبيب اللي عم يعالجهم هو طبيب تابع للصحة المدرسية. فهي الفكرة أنا بتمنى توصل وبتمنى تلاقي صدى إن شاء الله. تماما. بآخر سؤال لحضرتك أستاذة صبا، إذا بدنا نحكي عن موضوع الشائعات اليوم والأسئلة المتوقعة، لأنه لما بيكون في مادة يعني هي إلى وزن النوع الثقيل كتير بيتوجهوا طلاب يمكن لتخفيف هذا التوتر أو للهروب يعني من هذا الضغط ولراحة نفسيته، أنه يتجهوا لأسئلة محدودة هي ما تسمى بنقطة التوقعات، نقطة الجلسة الامتحاني وإلى آخره. خلينا نحكي بهذا الموضوع، يعني اليوم الطلاب اللي هل من الصحيح أن يتم الاعتماد عليها، ومتى يكون صح ومتى يكون خطأ؟ أنا برأيي ما في شيء اسمه صح توقعات، نحن رح نجي من هذا الكتاب، فما في شيء تحذف على أساس مبدأ مين؟ منين جبت المعلومة؟ صحة المعلومة من وين؟ من الشخص الواثق من نفسه؟ اعتبر حتى لو تسربت معلومة، نحن خلينا نكون من ضمن السياق، تسربت معلومة، هاي اللي تسربت معلومة رح توصل لإلك في 100,000 سؤال واحد لازم يسأل لنفسه. هي بالنهاية أنا مستقبلي، معقول حط مستقبلي على أساس رهان؟ نعم. أنا عم راهن على شيء، يعني بالنهاية رجعت عم بلعب لعبة. لا أكيد أنا برأيي الواحد بيدرس. أنت وصلك توقعات، أنا ماني وصلك بعض النقاط المهمة كتير رئيسية. أنا بخلص المادة وآخر شيء بدي شيك على نقاط محددة، وأي ممكن شيك عليهم، يعني بيقول إنه بعمل اللي عليه إنه أنا سمعت، بس أنا بالنهاية هون بكون بخلص المادة ككل. فحتى لو إني سمعت شائعات ما لازم تأثر علي، وهذا الكلام إن كان الشائعات بمجال الدراسة ولا بمجال العمل، نحن لازم نتعود إنه ما ننساق وراء كلمة تقال. قد تكون لا تصح بالنهاية، تكون الكلمة حدا جايبها جارة عن جارة نقليتها، سمعت كلمة وتكبرت وتضخمت الموضوع بس. تماما. فبالتالي لابد إذن من الدراسة الكاملة هي الأتم، وابتعاد عن المشتتات. وأنا ما تمام، ولا رهن على مستقبلي، فكرة الرهان كتير كتير صعبة. تماما. في إذا بدقيقة شو بتتوجه بكلمة دكتور للي عم يتابعنا لنختم مع حضرتك؟ الطالب البكالوريا اللي بده يوصل للبكالوريا لازم يكون محضر من بداية العام الدراسي. ما نعتمد نحن على آخر 10 أيام أو 15 يوم. صحيح. إنه هدول هن فترة الدراسة. اللي بيدرس صح رح يلاقي نتائج صح، واللي بيقضي السنة كلها بلعب ولهو أكيد ما رح ينجح أو أكيد ما رح يحصل على النتيجة المطلوبة. فبتمنى من الأهل إنه يجهزوا أبنائهم على بكير، ما يتأخروا بتحضير الطالب للامتحان. تماما. عشان ما ندخل بموضوع القلق الامتحاني والتوتر والقلق والحالة النفسية والتأثيرات والتداعيات، إنه انهار الطالب بالفحص رسب. لا، مو لهذا هو السبب، لأنه ما تحضر صح رسب الطالب. تماما. نحن قبل ما اتشكركم بدي اتوجه لمشاهدينا أنه نحن بعد الفاصل لح يكون في إنا حديث بحلقتنا من قضايا تربوية، لتكون
اليوم مفتوحة لتساؤلاتكم فيما يتعلق بمادة الرياضيات لطلبتنا في الصف التاسع الأساسي والثالث الثانوي العلمي، طبعا المادة القادمة هي الرياضيات. شكرا لك الدكتور علي طه مدير مركز مي زيادة الصحي لهي المعلومات، وأكيد الصحة والسلامة للجميع لجميع طلابنا. الأستاذة صبا وجيه عساف مدرسة فيزياء، أيضا شكرا لحضرتك ولنصائحك. شكرا لك كمان. نحن مشاهدينا طبعا لهم نكون خلصنا الندوة الإرشادية، لننتقل في الجزء القادم لقضايا تربوية، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.